مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء فيما يتعلق بأخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي، وكل جديد كمان يخص منتخبنا الوطني الأول اللي عنده مباراة في هذه اللحظات، مباراة ودية أمام ليبيريا، وكمان فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الأولمبي واللي يستعد لتحدي غاية في الأهمية بداية من الغد مع المنتخب المالي في التصفيات الأفريقية أو بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. نتمنى لهم بإذن الله تعالى كل التوفيق. كلام كتير جدا عندنا النهاردة كمان بالتحديد في الجزء الثاني من حلقة اليوم اللي هيكون ضيفنا فيها الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير، وضيف كل خميس بيبقى معانا وبنتكلم في العديد من الأمور والقضايا اللي بتبقى على مدار الأسبوع الماضي بالكامل. هنتكلم وهنستفيد في الحديث، بس نشوف الأول أهم وأبرز عناوين حلقة اليوم. يلا رئيس شركة تواصل، الأهلي نموذج يحتذى في كافة المجالات. فحص طبي جديد لأحمد الشيخ وحسين السيد. المنتخب الأولمبي واصل الاستعداد لمواجهة مالي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. رمضان صبحي نعيش حلم التأهل للأولمبياد. صحيفة، محمد صلاح يقترب من ريال مدريد. طيب هبتدي باخبار النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم بالتحديد. طبعا هم الفتره دي في اجازه 4 ايام بعد ما وصلوا بالسلامه امبارح من معسكر دبي، هذا المعسكر المميز والناجح واللي اتى بثماره الايجابيه كلها اللي بينتظرها الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر. ممكن البعض يقول لك بس الفريق ما لعبش ماتش ودي وكلام من ده، لا دايما مش شرط الماتشات الوديه، بتبقى اضافه عشان يبقى صرحة مع بعض، الراجل بيتفرج على اللعيبة في الماتشات غير لما بيكون في التدريبات وكل الكلام ده، لكن كانت وجهة نظر الجهاز الفني لو أنا مش هلعب مباراة ودية قوية لا أأجلها بقى لما أرجع للقاهرة والمرحلة التانية من الاستعداد عشان أشوف ماتشات ودية تكون قوية وتفيدني في مرحلة الإعداد الأخيرة قبل التحديات المختلفة محليا وأفريقيا اللي هتبتدي طبعا محليا بمباراة الجونة بإذن الله يوم 25 من الشهر الجاري. فبالتالي معسكر ناجح وكان فيه العديد والعديد من الأمور الإيجابية اللي استفاد من خلالها الجهاز الفني واللاعبين بكل تأكيد. بالتالي أخبار النادي الأهلي عايز أبتدي بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ واللي قال النهاردة إن الفريق هيسعى لخوض وديات خلال مرحلة الإعداد الثانية، وده الطبيعي لأن أنت المرحلة اللي جاية دي لقطات طبعا من عودة الفريق بالأمس من دبي، لقطات العودة. فبالتالي كابتن سعد الحفيظ قال ان احنا ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه هنبتدي تدريبات بعد الراحه، وهنحاول ان احنا نجد بعض المباريات الوديه اللي تكون مفيده، هتكون مباراه او اتنين، لان انت قدامك بالظبط ايه، قدامك حوالي اسبوعين عشان تلعب اول مباراه ليك، يعني اول مباراه ليك يوم 25، احنا النهارده 7، يعني قول ايه من اسبوعين ل 20 يوم كده وتلعب اول مباراه رسميه. فبالتالي هيكون في مباراه وديه واحده او اثنين حسب طبعا رؤيه الجهاز الفني، وده اللي هيسعى ليه الجهاز من خلال المرحله الثانيه من الاعداد، وهي هتكون مرحله غايه في الاهميه في الحقيقه بالنسبه للفريق بالكامل، حتى لو في غياب بعض اللاعبين الدوليين الموجودين في مختلف المنتخبات، احنا عندنا بحوالي 17 لاعب في المنتخبات المختلفه. يعني كمان الاهلي حدد الميعاد الاول لمران الفريق عقب الاجازه، هيكون المران يوم الاثنين باذن الله تعالى، تجمع الفريق هيكون من الساعه 3 للساعه 4، من بين الساعه 3 للساعه 4 عصرا، وبعد كده يبتدي الفريق على طول تدريبات في تمام الساعه 5 مساء عشان يكون اول يوم في اطار الاستعداد للفتره المقبله. ده طبعا بعد معسكر الامارات واللي كان معسكر ايجابي بالنسبه للفريق. خلينا نروح لخبر اخر وخاص باحمد الشيخ وحسين السيد. احمد الشيخ كان عنده يعني زي اصابه اجهاد، وحسين السيد كان عنده كدمه قويه في الركبه، فبالتالي كان ليهم بعض التدريبات الخفيفه على مدار المعسكر، وهم حالتهم خلاص بقت مستقره، ده على حسب كلام الدكتور خالد محمود طبيب الفريق. الحاله بالنسبه لهم مميزه وطبيعي جدا ان هم يشاركوا في التدريبات، لكن هيكون في اختبار طبي اخير يوم الاثنين ان شاء الله قبل التدريب
وبناء على هذا الاختبار يبقى في قرار هيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي ولا لا، وهيبقى في طبعا مثلا تدريج في المشاركه، هل هيبقى في تدريبات تاهيليه معينه تدريبات علاجيه، ده هيكون على حسب حاله كل لاعب سواء حسين السيد او احمد الشيخ. ده فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. النهارده كان في مؤتمر مهم قوي في تمام الساعة 12 ونصف ظهرا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهو مؤتمر في الحقيقة خاص بأمور عديدة أهمها تطبيق إطلاق تطبيق النادي الأهلي الرسمي الأهلي ممبرز بالتواصل مع أعضاء النادي الأهلي من خلال الأبليكيشن يعني، وده في الحقيقة أو دي خطوة غاية في الأهمية مميزة جدا، خصوصا في ظل أن العصر اللي احنا فيه دلوقتي بقى عصر إلكتروني يعني، ولازم دايما يبقى في مواكبه لهذا العصر. فبالتالي النهارده كان مؤتمر صحفي هام للاعلان عن تطبيق الاهلي ممبرز، هذا الابلكيشن اللي هيكون مميز في ايه بقى؟ مميز في التواصل مع اعضاء النادي واخذ الانطباعات بشكل دائم ومتجدد ومعرفه الشكاوي، يعني ممكن اي عضو من الاعضاء من خلال الابلكيشن ده يقدر يقول شكوى معينه مضايقاه في النادي مثلا. أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، كله بيشوف وكله بيتابع، لو في شكوى متكررة كمان هيحاولوا يعالجوها، لو شكوى حتى لو مش متكررة لكن يعني حاجة مهمة لازم تتعمل أكيد هيعملوها، هم في الحقيقة مش بيبخلوا بكل هذه الأمور يعني. فالتواصل مع الأعضاء شيء مميز وشيء مهم، ودايما دايما دي من ضمن الأمور الهامة جدا الكابتن محمود الخطيب بالتحديد رئيس النادي الأهلي بيسعى ليها، وكل اللي بيشغل باله هو كيفية التواصل مع الأعضاء وكيفية التطوير الدائم داخل النادي الأهلي اجتماعيا رياضيا إنشائيا. ده شغل كبير جدا بيقوم به مجلس إدارة النادي الأهلي. في مرحلتين في المشروع ده، المرحلة الأولى هو إطلاق التطبيق نفسه، المرحلة الثانية هتكون فيها خدمة سداد الاشتراكات مدارس الألعاب. يعني أنت مثلا عندك ابنك بيتمرن في لعبة معينة أو في مدرسة معينة من الألعاب اللي داخل النادي الأهلي، تقدر تدفع الاشتراكات وأنت في البيت من خلال الأبليكيشن ده، تعرف مواعيد التدريبات إيه، الألعاب الموجودة إيه، ابنك لسه مثلا صغير عايز تدخله لعبة معينة أو هو حابب يتمرن تدريب معين، فبتدخل على الابلكيشن ده وتعرف كل التفاصيل. كمان من خلال المرحله الاولى كمان تقدر ان انت تدفع الاشتراكات الخاصه بالعضويات التجديد من غير ما تروح النادي والزحام اللي ممكن يقابلك حسب يعني الامور بتبقى اليوم اللي انت رايح فيه. فكلها سبل بشانها بتؤدي للراحه بالنسبه للعضو وعدم الانزعاج من اي عقبات ممكن تواجهك، سواء بقى وانت جاي في الطريق للنادي، سواء لما توصل النادي ممكن يبقى في مثلا اعضاء كتير عايزين يجددوا كارنيهاتهم، عايزين يقوموا بعض الامور اللي خاصه بيهم، ان هو بعض الاجراءات. فدايما دايما مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول ان هو يوفر كل سبل الراحه لاعضاء النادي الاهلي. مؤتمر كان مهم جدا حضره كل من طبعا الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وممثلا عن المجلس، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والدكتور محمد الصبان ده مستشار مجلس الاداره للتكنولوجيا في النادي، والدكتور اسامه مستشار شركه تواصل المسؤول عن اداره المشروع وتطويره، وفي الحقيقة شيء إيجابي ومميز جدا. معنا تقرير عن هذا المؤتمر وبعض اللقاءات مع الحضور، نروح نشوف التقرير ونرجع مرة تانية، يلا بينا. يطيب لي أن أرحب بحضراتكم جميعا زملائنا الأعزاء ممثلي الصحف والمواقع الإلكترونية ومحطات التلفزيون المختلفة، مجددا في معقل النادي الأهلي بالجزيرة لنلتقي كما تعودنا مع حضراتكم دائما على إطلاق أو إنجاز جديد في إطار برنامج عائلة الأهلي الانتخابي وسعي مجلس إدارة النادي الأهلي في أقل من 24 شهر لتقديم ما يشبه كشف الحساب والإعلان عن إنجاز جديد يتعلق في هذا المؤتمر الصحفي. إن شاء الله نحتفي ونحتفل معا بإطلاق التطبيق الرسمي للنادي الأهلي. أنا حابب بس أول حاجة أن أنا شخصيا أعتذر عن التأخير في إطلاق الابليكيشن دي، لأن أنا وقت الانتخابات كنت عملت أنا نسخة زي بروتوتايب أن أنا أفرج الأعضاء ونوريهم نقدر نعمل إيه، وكنت متصور أنها هتطلع بشكل أسرع من كده، لكن طبعا بقى العمل العام والمناقصات والعرض المالي والفني والكلام ده كله أخرونا شوية، لكن الحمد لله احنا عملنا الإطلاق التجريبي في شهر 7 اللي فات،
عشان نعمل اختبار للأعضاء والدفع الإلكتروني. الحمد لله عملنا أكتر من 2000 تجديد للعضوية و2200 تجديد للعضوية في الفترة القصيرة دي. الابليكيشن دي عايز اقول ان هي مش بس زي ما شريف قال ان هي اول ابليكيشن في انديه في الشرق الاوسط، ولكن هي هتبقى منصه كامله لتجميع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وان شاء الله بعد كده هيبقى في خدمات للجمهور، دكتور اسامه هيتكلم فيها. دور مجلس الاداره يمكن بينتهي عند هذا الحد، والفترة اللي جاية بإذن الله دور الإدارة التنفيذية إن هي تثبت وترسخ نجاح هذه الابليكيشن، إن يبقى في تواصل ما بين الأعضاء، يبقى في شكاوي بيترد عليها، يبقى في أداة للرقابة على الخدمات وعلى المطاعم وعلى كل حاجة جوه النادي الأهلي، يبقى في منصة رسمية للناس إن هي تعرف توصل صوتها أحسن وأقيم من جروبات الفيسبوك اللي موجودة دلوقتي. نقدر من خلالها احنا كمجلس إدارة نشوف الدنيا رايحة فين، الإدارة التنفيذية والمدير التنفيذي يقدر يشوف الناس تحتيه شغالة ازاي، بترد على الشكاوي بصفة مستمرة ولا لأ، الشكاوي اللي بتتكرر ايه. عندنا خدمات هتبني واحدة واحدة، يعني النهاردة احنا بنعلن على التطبيق واحنا شغالين، النهاردة يمكن في 3 أو 4 خدمات بس اللي موجودة، هنقعد نبني في الابليكيشن دي شهر ورا شهر لحد ما الابليكيشن دي هيبقى عليها كل حاجة تخص النادي الاهلي، وده برضه اللي هيتكلم عليه دكتور اسامه باستفاضه. طبعا بس هو يعني كلمه مختصره، انا لازم اوجه يعني شكر جزيل للادارات المعنيه وخصوصا اداره الحاسب الالي والعاملين في النادي الاهلي، لان ده مجهود بيبذل جامد جدا، يعني طبعا بالاضافه للممارسات والمنصات، ولكن الوقت ده احنا بقى لنا 7 أو 8 شهور عشان خاطر الابلكيشن ينطلق ويظهر للنور، فلازم اوجه شكر لإدارة الحاسب الآلي وكل العاملين في النادي، واوجه شكر لمجلس الإدارة اللي بيتيح الفرصة لينا يبقى في تواصل ومنتهى الشفافية مع أعضاء الجمعية العمومية، اللي ازاي يوصلوا رغباتهم أو شكواتهم، واحنا ازاي برضه نتواصل معاهم، وده اللي هيحصل الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. وهرجع أقول تاني، احنا بنشكر جدا مجلس الإدارة، بنشكر أعضاء الجمعية العمومية، بنشكر العاملين والإدارات المعنية على المجهود اللي بيبذلوه. أعتقد شركاء أساسيين دايما في النجاح دوت بدعمكم بتفاهمكم الإعلامي ونشركم للخدمات دي سواء للأعضاء أو للمشجعين. فالنهاردة احنا جايين فعلا بنحتفل بإطلاق التطبيق دوت، وهو تطبيق مهم جدا زي ما الأستاذ محمد ضماطي تفضل قال إن هو منصة تفاعلية وما بتنتهيش. العالم دلوقتي بيتطور فيه فكرة البلاتفورم، حضراتكم كلكم دلوقتي بتتعاملوا مع اوبر ومع كريم ومع سوق ومع ناس كتير قوي بتبتدي نتعامل معاها، فدي بلاتفورم معناها ان هي مش مشروع بينتهي بمده زمنيه معينه، ده مشروع بنعمل عليه بنيه اساسيه وكل يوم بنعمل تطوير لخدمات. فزي ما النهارده هتشوفوا عندنا خدمات اساسيه ابتدينا هنتكلم فيها سواء على الليفل للاعضاء او ليفل المشجعين، وبعد كده بنطور الخدمات ديت، ممكن نوصل بعدد الخدمات ديت لاكتر من 100 خدمه بعد كده، معتمده اساسا على فكره الموبايل. احنا مركزين جدا الفتره اللي جايه على تقديم خدمات كتيره قوي سواء لاعضاء النادي او للمشجعين او للاعبين او اعضاء الاكاديميه، ان هم يستخدموا الموبايل، لان هو خلاص احنا بنستخدمه، هو بقى سوبر كمبيوتر موجود جوه جيبك فانت بتستخدمه في كل حاجه في الدنيا. من واقع تجربتنا احنا في شغلنا مع النادي قد ايه هو اعظم نادي فعلا في المنطقه العربيه كلها. اللي حصل احنا كشركه تكنولوجيا، طبعا اي شركه ليها الشرف الكبير ان هي تتعاون مع اكبر نادي في الشرق الاوسط، بس عاوز اقول لحضراتكم احنا اي شركه، يعني اللقاء اللي احنا هنتكلم فيه النهارده مش بس عشان اقول لكم خدمات الابلكيشن، بس هوريكم قد ايه ده نموذج المفروض يحتذى بيه في اي مؤسسه بتقدم خدمات الكترونيه. طيب يعني كلام مهم جدا ومؤتمر غايه في الاهميه، من خلاله يقدر يستفاد اعضاء النادي الاهلي وجماهير كمان النادي الاهلي، لان في بعض الاحيان لما يبقى فيه مباريات بجماهير تقدر من خلال الابلكيشن ده ان انت تحاول تحصل على التذاكر وكل هذه الامور، يعني اللي بدورها تخليك تحضر المباريات بشكل الكتروني. ده شيء مميز جدا ومجهود جيد جدا من مجلس الاداره. وبالمناسبه يعني مش بحب ان انا دايما اتكلم عن مجلس الاداره، لان الشهاده بتاعتنا هتبقى مجروحه في المجلس، لان احنا قناه النادي الاهلي، لكن بصراحه الناس بيعملوا شغل كويس. عجبني كمان كلام الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره، قال لك احنا بنعتذر عن التاخير في تطبيق هذا الابلكيشن، وان انا كنت هو بيقول ان هو يعني كان قال وعرض ايام الانتخابات قبل الانتخابات على طول،
وقبل ما يتولوا المسؤوليه عرض القصه دي ووعد ان هي تتنفذ، هي بس خدت وقت. فبيقول اسباب التاخر ايه، فده شيء جيد وبيحترم بيه الاعضاء يعني في الحقيقه، وده شيء مميز جدا. طيب ده او دي كل اخبار النادي الاهلي سواء على المستوى الاداري او المستوى الرياضي. عايز اتكلم بقى على منتخبنا الوطني الاول واللي بيخوض في هذه اللحظات مباراه وديه بس مهمه قوي بصراحه ما بين منتخب مصر وليبيريا. مهمه ليه؟ لان الكابتن حسام البدري دي مباراه ثانيه ليه، مباراه وديه، وبيستعد لمباراتين رسميتين سواء امام كينيا او جزر القمر ان شاء الله يوم 14 ويوم 18 في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون 2021 باذن الله تعالى. فبالتالي هو بيكون منتخب، بيكون لاعبين، قائمة تكون كويسة تقدر تساعده في المراحل اللي جاية بإذن الله. فأكيد هيستفاد كل الاستفادة من هذه المباراة. خليني أقول لحضراتكم سريعا التشكيل بتاع منتخب مصر. في حراسة المرمى محمد الشناوي الحمد لله سليم، كان يقال إن هو جاله زي شد في العضلة الخلفية لكن هو شفي تماما وبيقود المباراة. محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمود علاء ومحمود وحيد، خط الوسط طارق حامد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، خط الهجوم أحمد سيد زيزو وحسين الشحات وأحمد جمعة. ده التشكيل الأساسي والنتيجة حتى هذه اللحظة بعد مرور 5 دقائق تقريبا 0-0. على مقعد البدلاء كل من باهر محمدي، حمدي فتحي، محمد هاني، مروان حمدي، أيمن أشرف، محمد عواد، حسام حسن، كريم طارق، وعبد الله جمعة، ومحمد بسام. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بالنسبة للمنتخب الوطني الأول. ده طبعا في ظل غياب لاعيبة بيراميدز بسبب الأزمة اللي حضراتكم عارفينها واللي تابعتوها خلال اليومين اللي فاتوا ما بين المنتخب وما بين بيراميدز، أزمة إن احنا ما كناش نتمناها إطلاقا يعني، لأن في كل الأحوال دايما مصلحة المنتخب هي بتبقى الأهم. لكن أكيد في كواليس كتيرة جدا ممكن نبقى نتكلم فيها مع ضيفنا العزيز النهاردة الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير. عايز أروح بقى للمنتخب الأولمبي لأن ده أيضا تحدي مهم قوي ونفسنا نوصل طبعا الاولمبياد، واجواء بتبقى مختلفه يعني، اجواء مهمه جدا ونتمنى مصر تبقى فيها وبيبقى حاجه كويسه في الحقيقه يعني. عندنا مجموعه كويسه جدا من اللاعبين، عندنا جهاز فني محترم بقياده الكابتن شوقي غريب وبيساعده عدد من النجوم في الحقيقه. فبالتالي النهارده كان في مؤتمر صحفي اللي بيغطي كل مباراه، المباراه بكره باذن الله تعالى على استاد القاهره الدولي الساعه 8 بحضور الجماهير اللي ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين بغزاره في استاد القاهره الدولي، خصوصا ان اسعار التذاكر في المتناول ولازم يكون في مؤازره من جمهور المنتخب المصري علشان الاهداف تتحقق باذن الله. كابتن شوقي غريب في المؤتمر الصحفي قال ان احنا عندنا حلم كبير جدا بنشتغل عليه، وقال ان احنا على موعد مع التاريخ وده متوقف على تحقيق البطوله واثبات الذات بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين، وقال ان دي فرصه لكل اللاعبين ان هم بيبقوا محط الانظار عند الجميع وان شاء الله يكونوا على قد المسؤوليه. التزام اللاعبين خلال الوديات كان شيء مميز بالنسبه له، هو راضي عنه جدا. كمان اتكلم في بعض الامور اللي بتخص المنتخب وقال ان احنا بنمتلك مجموعه جامده جدا من اللاعبين، لو خدوا فرصه في اوروبا هيكسروا الدنيا، هو قالها كده هيكسروا الدنيا زي ما حصل مع محمد صلاح اللي هو ثالث احسن لعيب في العالم طبقا للموسم الماضي، الموسم ده هو رابع احسن لعيب في العالم. فبالتالي تصريحات كلها مهمه من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الاولمبي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. طبعا كان معانا النهارده كمان رمضان صبحي كان متواجد في المؤتمر ده، ورمضان صبحي اتكلم ككابتن طبعا للمنتخب وقال ان احنا بنعيش حلم التاهل الاولمبياد 2020 وبيسعوا لسعاده كل الجماهير المصريه وان هم مركزين بشكل كبير جدا وان شاء الله باذن الله هيحققوا كل الاهداف من هذه البطوله. وقال ان احنا هيكون بينقصنا بس التوفيق اللي ان شاء الله يكون حليفنا خلال البطوله دي، وان ان شاء الله باذن الله كلنا على اتم الجاهزيه والاستعداد لتحقيق الاهداف سواء بالتاهل لاولمبياد طوكيو او بالفوز باللقب، وخصوصا ان احنا نلعب على ارضنا وسط جمهورنا. طيب في اخبار على بعض اللاعبين، طاهر محمد طاهر انه اتصاب وتم استبعاده وتم تبديله كمان، لان طبقا للائحه الكاف ان انت يحق لك ان انت تبدل اللعيب قبل البطوله ب 24 ساعه لازم يكون تقرير طبي واصابه تكون حقيقيه وقويه تعطل اللعيب عن المشاركه في البطوله. عشان كده خلينا نروح سريعا للاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير والقريب جدا جدا من الجهاز الفني واللاعبين والمنتخب الوطني الاولمبي. يا ابو حميد مساء الخير عليك. امير مساء الخير عليك امير، و دايما متالق كده كان عادي حبيبي يا ابو حميد، ربنا يخليك منورنا دايما. وعايز اطمن من خلالك على استعدادات المنتخب الاولمبي وكل ما يتعلق بالاصابات في اللحظات الاخيره بالتحديد يعني طاهر محمد طاهر، قول لنا كل الكواليس يعني. النهارده طبعا
الختامي او الاخير للمنتخب الاولمبي للسبورت. معاه طبعا زي ما انت اتكلمت امير قلت 21 لاعب في 18 لاعب وثلاث حراس مرمى. لغايه دلوقتي لسه موضوع الاثنين اللعيبه المصابين محمود مرعي وطاهر محمد طاهر، يعني التدريب الختامي لحد موقفهم النهائي في الاستبعاد ده اللي الكابتن شوقي بيعملوه دلوقتي او بيعملوا كشف طبي دلوقتي عشان يشوفوا موقفهم النهائي. هو طاهر بس امير مش مستاهل، طاهر ما اتصابش في المعسكر. امال ايه؟ يعني هو طاهر جاي للمنتخب الاولمبي مصاب وكان بيتم تجهيزه خلال الفتره الاخيره، لكن هو سليم وجاهز، لكن الاصابه بترجع له، فهو في حاله قلق من الجهاز الفني ان هو اللعيب يشارك بكره يتصاب. فبالتالي هتكون خطيره تغيير وهتكون خطيره لاعب مهم زي طاهر. الفرصه متاحه النهارده ان هو لو الحاله البدنيه للاعب مش مكتمله 100% او الناس سليم 100%. طيب يعني يا محمد كده ما فيش قرار نهائي باستبعاد الاثنين لعيبه لسه؟ لغايه دلوقتي ما فيش قرار غادي. لسه لغايه دلوقتي ايه؟ يعني لغايه دلوقتي ما فيش قرار غادي. لكن نص ساعه بالظبط يعني الكابتن شوقي او المنتخب الاولمبي كان بيعملوا كشف طبي للعيبه. ده اللي هيتم على اساسه بقى استبدال الاثنين لعيبه ولا لا. اللائحه طبعا بتتيح لك ان انت تغير اي لعيب بشرط ان هو يكون مصاب ويكون تقرير طبي معتمد. وبتدفع غرامه ماليه حوالي $100,000. لكن دلوقتي يعني مش بس ان هي 100% لسه يعني. طيب هل الكابتن شوقي غريب مجهز البدلاء؟ لو تم اتخاذ القرار يعني بشكل نهائي؟ يعني طبعا كان في اكثر من لعيب بديل تم استخدامهم الخمسه اللي استعادوا مؤخرا على راسهم طبعا محمد صادق لاعب تونه موجودين من العناصر الحصيه واللي كانت موجوده على المنتخب الفتره الاخيره. تمام. يعني جاهزين واللعيبه كانوا بيتدربوا وكان في تنسيق بينهم وبين الجهاز الفني المنتخب حتى بعد استبعادهم ان هم حطيتهم برنامج برضه في تدريب معين في حاله لا قدر الله يصابت اي لاعب، وده اللي حصل النهارده. وهيتم استدعاء اي يعني اثنين لعيبه سواء بقى يعني اقرب محمد صادق او احمد حمدي او لسه بقى لو محمود مرعي بره رسم هيتم استدعاء احد اللعيبه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق يا مراد. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير، واللي قال لنا كل الكواليس اللي بتتعلق بمنتخبنا الاولمبي قبل خوض غمار بطوله الامم الافريقيه باذن الله بدايه من الغد. نتمنى لهم كل التوفيق. عايز اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا بعض الاخبار، استنونا. طيب عايز اختم اخبار المنتخب الاولمبي بتصريحات لمحمد محمود نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب الاولمبي المصاب واللي تعرض لاصابه اخرى في الرباط الصليبي. طبعا احنا عارفين الاصابه كلها عباره عن ايه، الرجل السليمه هي اللي اتصابت مش اللي كانت متعوره اصلا. فبالتالي اللاعب موجود في المانيا وكان حريص جدا جدا على توجيه رساله لزملائه في المنتخب الاولمبي قبل خوض غمار بطوله الامم الافريقيه. نروح نشوف الرساله، يلا. اول حاجه حابب اشكر كل اللعيبه والجهاز الفني على دعمهم ليا الفتره اللي فاتت وانهم افتكروني قبل بطوله مهمه زي دي. كل التوفيق ليكم طبعا، البطوله على ارضنا وده دافع كبير جدا ان احنا ناخد البطوله ونفرح الشعب المصري. اكيد كان نفسي اكون موجود معاكم، بس ان شاء الله تعملوها واكون موجود معاكم باذن الله في طوكيو 2020. بالتوفيق يا شباب. باذن الله تعالى يكون موجود مع منتخب مصر في اولمبياد طوكيو. عاجبني جدا ان هو يعني حاطط لنفسه اهداف عايز يوصل لها مع المنتخب الاولمبي حتى لو مش معاهم في الفتره دي، بس هيجهز نفسه يرجع من الاصابه ان شاء الله عشان يكون معاهم في اولمبياد طوكيو بعد التاهل باذن الله تعالى. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ونتمنى لمحمد محمود العوده سريعا سالما للملاعب، لان كل جماهير الكره المصريه في الحقيقه في انتظاره ومتشوقه لرؤيته في الملعب. طيب نشوف اخبار الاهلي في الصحف، يلا. المساء. الأهلي خارج الخدمة 4 أيام، الأحمر عاد من الإمارات وفايلر ونجومه في أجازة. في اليوم السابع معسكر دبي يفتح طريق صالح جمعه للعودة لتشكيل الأهلي، فايلر يطير إلى سويسرا والجهاز الفني يسمح لبعض اللاعبين بالبقاء في الإمارات.
إلا أخبار الأهلي خرج ولم يعد. الجمهورية رفع اسم محمد محمود من القائمة المحلية، الأهلي يفاضل بين كينو وتراوري. في الوطن الأهلي يسلم صالح ملف الكرة، يحذر صبحي من السماء سرا. بايلر يتمسك ببقاء الشناوي وهاني ومعلول وأجاييه مع الفريق. الوفد سعد سمير جاهز والفريق الأحمر يعود للتدريبات الاثنين استعدادا للجونة. الأهلي يكلف محسن صالح بإعادة ترتيب قطاع الناشئين، والخطيب يجتمع بلجنة التخطيط بعد رحلة فرنسا. الشروق المهاجم الأجنبي أول ملفات محسن صالح في الأهلي، جلسة ثلاثية بين صالح والخطيب وفايلر لتحديد الاحتياجات. نيدفيد قريب من الإعارة في يناير، وعودة جزئية لبعثة الفريق من الإمارات. روزل يوسف الفارس الأحمر يستعد لمواجهة الجونة. عبد الحفيظ معسكر الإمارات حقق أهداف الأهلي. المصري اليوم الأهلي يمنح اللاعبين راحة بعد العودة من الإمارات، الفريق يعود للتدريبات الاثنين. عبد الحفيظ يعدد مزايا المعسكر الخارجي. الدستور جلسة صلح بين المدير الفني وسيد عبد الحفيظ بعد أزمة معسكر الإمارات. رمضان يخطر الأهلي ببقائه واجتماع مع فايلر لحسم الصفقات. روزال يوسف فلافيو الجديد هل يعيد أزارو تجربة الإنجولي مع فايلر؟ إن شاء الله. غصب عني ساعات بيبقى في اخبار كده بصراحه لازم الواحد يضحك شويه. نبتدي باليوم السابع، اتكلموا على ايه وقالوا على ايه بخصوص النادي الاهلي؟ ايه اللي قالوه النهارده؟ معسكر دبي يفتح طريق صالح جمعه للعوده لتشكيل الاهلي. ده حقيقي، ده حقيقي جدا. صالح جمعه عمل معسكر مميز جدا، الجانب البدني عنده ارتفع بصوره ملحوظه، اهتمام كبير جدا مستر فايلر باللاعب. من الجانب الفني اللاعب عمل تدريبات بشكل جيد، امور تكتيكيه وتعليمات كان بيديها له المدير الفني في التدريبات بالتحديد في المعسكر نجح في تنفيذها بالشكل المطلوب. فبالتالي انا باكد لحضراتكم ان صالح جمعه في حسابات مستر فايلر عقب العوده مباشره للمباريات الرسميه باذن الله تعالى. طبعا المباريات الوديه اللي جايه دي هتفيد صالح بشكل كبير جدا، وبعض اللاعبين ما كانوش بيشاركوا الفتره اللي فاتت. فنقفل بقى قصه ان ممكن حد يتكلم عن صالح جمعه ولا حاجه. صالح جمعه اهو في حسابات النادي الاهلي والجهاز الفني. فايلر يطير الى سويسرا، هو خلاص سافر سويسرا وهيرجع ان شاء الله يوم الاحد عشان يبقى موجود في التدريبات يوم الاثنين مع الفريق. الجهاز الفني يسمح لبعض اللاعبين بالبقاء في الامارات، وده اتكلمنا فيه مع حضراتكم امبارح، وقلنا ان في بعض اللاعبين كملوا الرحله هناك في الامارات للاستجمام مع اسرهم، وان شاء الله يعودوا للتدريبات بشكل طبيعي بدايه من يوم الاثنين اللي جاي. نروح لجريده الاخبار. بتقول الأهلي خرج ولم يعد. يعني بصراحة العنوان يشد، وده دايما بيبقى هدف من الأهداف ان انت تشد القارئ ان هو يقرا المتن. لما تيجي تقرا المتن يعني عنوان مثلا يقول ده في حاجة في مشكلة في الأهلي، لكن لما تيجي تقرا المتن هم الناس بيجيبوها بأسلوب يعني مختلف واحترافي ما فيهاش أي مشكلة خالص. قال لك ان الأهلي سافر معسكر دبي طبعا من غير اللاعبين المنتخب الأولمبي، فبالتالي القائمة كلها كانت هناك، لكن على مراحل رجعوا اللاعبين المنتخب الأول حوالي 10 لاعبين، بالاضافه ان مع نهايه المعسكر لاعبي المنتخبات الاخرى يعني مثلا علي معلول وازار وجيرالدو راحوا لمنتخباتهم، وكمان بعض اللاعبين قعدوا في الامارات شويه فالفريق رجع على اجزاء. فبيقول لك يعني مش الاهلي كله اللي ما رجعش من دبي. وبيتكلموا على ان طبعا المعسكر اتكلم عنه كابتن سيد عبد الحفيظ، واتكلموا على كل تفاصيل تتعلق بعض اللاعبين واللي احنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم على مدار الايام السابقه. نروح للجمهوريه. رفع اسم محمد محمود من القائمة المحلية، ده منطقي جدا لأن أنت مش هتستفاد باللعيب خلال الفترة اللي جاية. الأهلي يفاضل بين كينو وتراوري. يعني تراوري اسمه مطروح، تراوري اسمه موجود، كينو من بعيد قوي من بعيد قوي، لكن برضه في الأخير القرار بتاع لجنة التخطيط اللي لسه ما اجتمعتش. وأكبر دليل يعني لسه أول امبارح النادي الأهلي أعلن كابتن محسن صالح كرئيس لجنة التخطيط، وقلت لحضرتكوا الكلام ده امبارح. اكبر دليل على كده ان الاهلي ما استقرش على اي حاجه، كل الاخبار اللي حضرتك او بعضها اللي بتقروها على في الصحف كلها غير حقيقيه. فبالتالي اسماء كتيره جدا خلال الفتره الجايه هتكون مرشحه. بالمناسبه انت عندك البطوله الامم الافريقيه للمنتخب الاولمبي دي فيها منتخبات كتيره جدا ولاعبين مميزين جدا، اكيد هيكون في متابعه
من المسؤولين من الجهاز الفني بالتحديد في النادي الاهلي لهذه البطوله؟ لعل وعسى ممكن النادي الاهلي يجد لاعب يكون اضافه ليه ويفيد خطط المدير الفني بالتالي يسعى للتعاقد معاه. كلها حسابات وكلها افكار وتربيات بيرتبها الجهاز الفني النادي الاهلي، والناس في الحقيقه ماشيه بشكل منظم ومميز جدا. طيب نروح لخبر اخر، الوطن وبيقولوا ان الاهلي يسلم صالح اللي هو كابتن محسن صالح طبعا رئيس لجنه التخطيط الجديد ملف الكوره، وده طبيعي واكيد هيبقى في اجتماع كمان بعد ما الكابتن محمود الخطيب يرجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله من رحله فرنسا، الرحله العلاجيه واللي هتستغرق حوالي اسبوع او اكتر قليلا يعني. ويحذر صبحي من السماسره، رمضان صبحي يا جماعه مفيش، والله مفيش اي مشكله خالص، الراجل مكمل لاخر الموسم لغايه لما اعارته تخلص، يعني ما ينفعش ان هو اصلا يمشي في شهر واحد، فكلام عليه دلوقتي مش مفيد يعني، ما فيش اي شيء حقيقي من الكلام ده. فالراجل مكمل مع النادي الاهلي واللاعب مش شاغل دماغه خالص بموضوع العروض اللي بتيجي او ما تجيش والكلام من ده، ومركز مع الاهلي وعايز يجيب دوري ابطال افريقيا، ودي تصريحات مروان نفسه، عفوا رمضان نفسه يعني رمضان صبحي. فايلر تمسك ببقاء الشناوي وهاني ومعلول واجاي مع الفريق مكملين ما فيهاش نقاش، كلهم مكملين ومفيش حد ماشي منهم خالص يعني، ده ملف مفروغ منه يعني. نروح للوفد، تتكلم على سعد سمير وجاهزيته، اللاعب خلاص بقى جاهز واضافه اكيد لخط الدفاع مع زملائه، فبالتالي انت كده بتدي اريحيه للجهاز الفني لما تلاقي خيارات عديده في خط الدفاع، عندك ياسر ابراهيم، عندك سعد سمير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ومحمود متولي ان شاء الله لما يرجع من الاصابه، خمس لاعبين جاهزين جدا في المركز ده، فبالتالي فرصه سانحه للجهاز الفني لاختيار الاثنين الانسب طبقا لطريقه لعب النادي الاهلي كمساكين، فاضافه سعد لخط الدفاع هتكون قويه جدا ومهمه، وحسب طبعا الرؤيه الفنيه للجهاز الفني. الاحمر يعود للتدريبات الاثنين استعدادا للجونه، ده اتكلمنا فيه، موضوع كابتن محسن صالح اتكلمنا فيه ايضا، والاجتماع هيكون بعد رحله فرنسا وده اكدنا عليه. نروح للشروق، وبيقولوا ان المهاجم الاجنبي اول ملفات محسن صالح في الاهلي، خدت بالك؟ بيقول لك المهاجم الاجنبي اول ملفات محسن صالح في الاهلي، اللي تحتيها ايه بقى؟ جلسه ثلاثيه بين صالح والخطيب وفايلر لتحديد الاحتياجات. طب منين انت في اول الخبر قلت ان خلاص اول حاجه هيفكر فيها محسن صالح واول ملف هيكلف بيه المهاجم الاجنبي، ومنين بتقول ان لسه هم هيقعدوا ويحددوا الاحتياجات؟ يعني في تضارب في العنوانين او تناقض في الحقيقه واضح جدا. ندفد قريب من العرف يناير، ده لسه هنشوف الجهاز الفني هيكرر ايه، لكن ندفد لعيب مهم قوي وبيخف يعني ان شاء الله هيرجع وهيكون اضافه في نص الملعب، تطلعه بقى عارة عشان تشوف هيرجع من مستواه، تحاول يعني ترجعه من مستواه يشارك بشكل اكبر في حته ثانيه، لكن هو لعيب مهم ممكن الجهاز الفني ما يفكرش ان هو يطلعه، لسه هنشوف. عوده جزئيه للبعثه ده اتكلمنا فيها، لكن موضوع الملف او ملف المهاجم الاجنبي ده لسه ما اتحددش بشكل نهائي يعني، وارد على فكره انا ما بقولش ان هم بيقولوا مثلا خبر غلط خالص يعني، وارد ان يكون إن يبقى في تفكير في المهاجم الاجنبي، لكن لسه ما فيش القرار يعني، ده توقع، بتقرا الاحداث بتقرا الفريق النواقص اللي عندك ايه، مثلا الاهلي ممكن يكون محتاج ايه عشان يكون اكثر قوه، عادي ما فيهاش مشكله، اجتهاد طبيعي، لكن لغايه دلوقتي فيش قرارات، بدليل ان هم العنوان اللي بعديه على طول قالوا عكس اللي قايلينه في العنوان الاولاني يعني اللي فوقيه. فماشي، تعالى بقى للدستور، انا عارف ان انتوا بتستنوا الدستور والله انا عارف. نشوف الدستور، جلسه صلح بين المدير الفني وسيد عبد الحفيظ بعد ازمه معسكر الامارات، عشان هما تقريبا مسكوا في خناق بعض وضربوا بعض، وبعدين ايه كابتن سيد هدد بالاستقاله، وكمان المدير الفني قال انا هرجع على سويسرا ومش جاي على مصر، يعني حاجات بصراحه غريبه جدا، يقول لك اصل المعسكر كان ضعيف، وبالتالي المعسكر لما كان ضعيف المدير الفني زعل من سيد عبد الحفيظ، وسيد عبد الحفيظ مش عارف غضب، حاجات مش في الاهلي يا جماعه، والله الكلام ده مش في الاهلي يعني. انا اشدت بصراحه يعني، وانا مش بشيد عشان انا بقى اجمد واحد في الدنيا يعني ورايي هو الصح في كل حاجه، لا طبعا راي المشاهدين ممكن يكون احسن مننا بكتير كمان، لكن مثلا عنوان الاخبار، ارجع لي عنوان الاخبار يا عماره بعد اذنك، عنوان الاخبار قال لك ايه؟ الاهلي خرج ولم يعد، ده عنوان يشد، حلو تقرا المتن بتاعه حاجه محترمه حاجه جميله زي الفل، تيجي بقى للدستور ممكن في بعض الاحيان يروح كاتب لك عنوان عشان يشد القارئ بس بطريقه سلبيه لانه مش حقيقي، في مهنيه اكتر عند جريده الاخبار او الكاتب يعني، انا بحترم كل الجرايد وكل الجرايد ناس وصحفيين زمايلنا ناس قمه في الاحترام والادب والاخلاق اللي في الدنيا يعني، ما فيش كلام في كده يعني، ما نقدرش نشكك في كده اطلاقا،
لكن المهنيه ممكن تكون اعلى شويه عند جريده الاخبار مثلا، يعني الصحفي اللي كتب العنوان في جريده، لكن ده عنوان بيعمل بلبله، بيعمل ازمه من غير لازمه، ما فيش الكلام ده خالص يعني. جلسه صلح ايه وبتاع، الدنيا والله ماشيه كويس يعني، مفيش كلام ده. رمضان يخطر الاهلي ببقائه، موجود رمضان ومكمل، واجتماع مع فايلر لحسم الصفقات ده كلام محترم. اجتماع مع فايلر لحسم الصفقات ده كلام محترم، ده هيحصل فعلا الفتره اللي جايه باذن الله، بعد يعني مع اضطراب انتهاء المرحله الثانيه من الاعداد للمباريات القادمه يعني باذن الله. ففي جزء مش منطقي وجزء منطقي بصراحه. روزا اليوسف، فلافيو الجديد، هل يعيد ازارو تجربه الانجولي مع فايلر؟ نتمنى باذن الله. ازارو كان ليه حوار مع قناه الاهلي وموقع رسمي للنادي الاهلي، واتكلم في جوانب عديده جدا واستشهد بفلافيو، قال ان للاسف لما بضيع فرصه فالناس بتنسى الاهداف اللي انا جبتها، فده بيأثر بشكل او باخر طبيعي بصراحه، يعني احنا كده بنأثر في ثقه اللاعب. طبعا جمهور النادي الاهلي عنده وعي كبير قوي، ازاي اساند، ازاي ادعم. موضوع ان انا هبط من اللعيب ده مش هيفيدني انا كواحد مثلا مشجع النادي الاهلي، هستفاد ايه؟ لا، انا ازره لغايه لما يبقى في قرار فني ان هو يمشي خلاص بقى. لكن هو لعيب مميز، عنده القدرات، بيجيب اهداف كتير لما كان موفق. الفتره دي او اللي فاتت او بقاله فتره كبيره عشان ابقى صريح معاكم مش موفق. الكلام ده هيرجع ازاي؟ الثقه هترجع ازاي؟ بدعم الجمهور. هو قال ان فلافيو، وعلى فكره معنى ان هو يقول فلافيو اول موسم ليه مع النادي الاهلي ما جابش اهداف، يبقى معناه ان هو الموضوع شاغل دماغه، الناس بتقول عليه ايه. ودي نصيحه برده لازم نقولها لازار، ما تشغلش دماغك، خد الكلام الايجابي بتاع الجمهور، لان الجمهور بيحبك، جمهور النادي الاهلي بيحب ناديه طبعا وبيحب لعيبته عشان هم اللي يجيبوا له الالقاب والبطولات والاهداف والكلام من ده، مفيش مشكله. لكن كون ان هو مركز في ان فلافيو اول موسم ليه ما كانش ناجح، فبالتالي هو حاطط امل وهدف انه يعود لمستواه السابق مع اول موسم مع كابتن حسام بدري. فاحنا كلنا ثقه في ازارو في الحقيقه، ومهاجم مهم قوي. بالمناسبه احنا كلنا كنا لما يبقى يجي ماتش مهم للاهلي وازارو غايب كنا متضايق جدا جدا، نقول كده الاهلي هيتاثر جامد. فباذن الله هيرجع لمستواه، باذن الله هيكون اضافه زي ما تعودنا منه في اول موسم بالتحديد، 18 جون، اكتر مهاجم اجنبي جاب اهداف في موسم واحد في تاريخ الكره المصريه هو ازارو، 18 جون. مضيع يعني ربعهم، مضيع يعني قد 18 دول ربع يعني، 5 6 7 اهداف كمان كان ممكن يعدي بحاجه 20 جون. لكن المهاجم طبيعي ان هو يجيب ويضيع، ده طبيعي جدا. فان شاء الله بالمساعده والدعم هيرجع اللاعب، ثقته ترجع له ويكون اضافه باذن الله تعالى للنادي الاهلي، لان القدرات موجوده والشخصيه موجوده في الحقيقه. اخبار الاهلي في المواقع نشوفها يلا. سبورت 360، موقف احمد فتحي من التجديد للنادي الاهلي. اليوم السابع، فايلر يطلب تقريرا عن 17 لاعبا اهلاويا عقب رحله سويسرا. سوبر كوره، معسكر الامارات فرصه لعوده لاعبي الاهلي لتشكيل الفريق. سوبر كوره، ريني فايلر يطير الى بلاده اجازه 3 ايام. اخبار الاهلي في المواقع يعني الاخبار بعضها متشابه في الحقيقه، لكن المختلف شويه موضوع احمد فتحي. النهارده الحمد لله ما حدش في الصحف اتكلم عن احمد فتحي يعني، وما حدش اتكلم عن الرباعي اللي بيجدد او اللي هيجدد او موقفه لسه مش عارفين ايه. فالنهارده سبورت 360 قالت ان موقف احمد فتحي من التجديد للنادي الاهلي، وان اللاعب قرب ان هو يجدد موسم، ده على حد كلامهم يعني. احنا عايزين نقول لكم ايه؟ احنا عايزين نقول لكم ان احمد فتحي هيجدد مع النادي الاهلي باذن الله تعالى، ما فيش كلام، ما فيش مشاكل من الجانب الفني. الراجل طبعا عارف قدرات احمد فتحي جدا، التوقيت بس، وانا لازم اكد على الجزئيه دي، التوقيت اللي بيختاره المسؤولين للتفاوض بشان التجديد او التعاقد مع لعيب اخر او لاعبين جدد يعني بشكل عام، فكله بيترتب على التوقيت المناسب. لكن احمد فتحي مكمل باذن الله مع النادي الاهلي وهيجدد باذن الله تعالى، يعني لعيب مهم جدا وان شاء الله يكون متواجد. طبعا انا بقول كده اكيد تمنيات، ويعني نقول ايه، معلومات، لكن في نفس الوقت القرار في الاول وفي الاخر لمين؟ للمدير الفني، ده موضوع مفروغ منه بالتشاور مع لجنه التخطيط، ما فيش كلام. اليوم السابع، فايلر يطلب تقريرا عن 17 لاعبا اهلاويا عقب رحله سويسرا. طبعا مستر ريني فايلر كلف مساعديه ان هم يتابعوا لعيبه النادي الاهلي في المنتخبات المختلفه، سواء مع المنتخب الاولمبي عندنا 3 تمام، المنتخب الاولمبي المصري، وعندنا 1 في المنتخب المالي،
فالاربعه دول هيتم متابعتهم. عندك 10 في المنتخب الوطني الاول هيتم متابعتهم. عندك 3 في منتخبات مختلفه، معلول، ازارو، جيرالدو، هيتم متابعتهم. بعد كده يتم تحضير تقرير عن هؤلاء اللاعبين، مستوياتهم كانت عامله ازاي، ارقامهم كانت اخبارها ايه، الاصابات عباره عن ايه، لو لا قدر الله، لا قدر الله يعني في اصابات، يعني كل التقارير المطلوبه قبل مرحله تكون مهمه جدا بالنسبه لنادي الاهلي. وطبيعي ده شغل الجهاز الفني، ده طبيعي يعني. نروح كمان لسوبر كوره، الخبر الخاص بريني فايلر. ريني فايلر يطير الى بلاده اجازه 3 ايام، ده اتكلمنا فيه وخلاص، هيرجع ان شاء الله على اول مران بالنسبه للنادي الاهلي. الاخبار المحليه والعالميه نشوفها يلا. اليوم السابع، الكاف يفض اشتباك 14 نوفمبر بين المنتخبين الاول والاولمبي. بوابه الاهرام، التشكيله المتوقعه للمنتخب الوطني امام ليبيريا. كوره، محمد بسام لست غريبا عن منتخب مصر. بابا سبورت، شوقي غريب هدفي حصد امم افريقيا وتقديم جيل قوي للكره المصريه باذن الله. بوابة أخبار اليوم، شوقي غريب، مصر تمتلك لاعبين هيكسروا الدنيا لو احترفوا. الجمهورية أونلاين، رمضان صبحي، نعيش حلم التأهل للأولمبياد بكل تفاصيل. الفجر الرياضي، مدرب مالي يحذر من نقاط قوة منتخب مصر الأولمبي. موقع بطولات، قائد مالي، منتخب مصر قوي وسنقاتل لحصد 3 نقاط. يلا كورة، مدرب غانا الأولمبي، رمضان صبحي أفضل لاعبي الفراعنة والأجواء في مصر طيب. موقع الكابتن، سونج، بطولة أفريقيا موعدها غير مناسب ونحلم بالتأهل إلى طوكيو 2020. سوبر كورة، رئيس اللجنة الطبية لبطولة أفريقيا اجتمع مع الأطباء لوضع الرتوش الأخيرة. بوابة فيتو، سكرتير كاف يرفض التعليق على إلغاء التعاقد مع لاجاردير انتظارا أو انتظروا بيانا رسميا قريبا. بوابة الشروق، إكسبريس، مبابي فتح مفتاح ريال مدريد التعاقد مع صلاح. صدى البلد، أنني في مهمة صعبة مع بيشكتاش أمام سبورتينج براغا بالدوري الأوروبي. في الجول، سكاي، إدارة بايرن تواصلت مع فينجر ومفاوضاتها قد تصبح جدية بعد مواجهة دورتموند. سبورت 360، شرط بوجبا الوحيد للبقاء مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل. طيب، خبر لسه حالا، رسميا تم استبعاد طاهر ومرعي من قائمة المنتخب الأولمبي. الجهاز الفني المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب استبعد الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي لاعبي المنتخب من القائمة التي ستشارك في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة الإصابات يعني، اعتبارا من الجمعة، ده مواعيد البطولة يعني. وكان الجهاز الفني قد عقد اجتماعا وناقش الأمر، يعني هم شافوا الوضع كان هيبقى ايه، فبالتالي خدوا قرار ان يتم استبعادهم لان مش هيقدروا ان هم يشاركوا في البطوله. واكيد هيكون في خبر لاحق للاعلان عن الاثنين اللي هيعوضوهم كلاعيبه، سواء لاعب في خط الدفاع ولاعب مكان طاهر محمد طاهر، سواء كمهاجم او كوينجر يعني. نتمنى كل التوفيق في المباراه. بالنسبه للمنتخب الوطني الاول، التعادل سلبي حتى الان، وحسين شحات اتصاب وطلع. عايزين نعرف الإصابة عبارة عن إيه، إن شاء الله نتمنى له إصابة تكون خفيفة، لسه كنا بنتكلم عن الإصابات. طيب، عندنا أخبار محلية وعالمية كتير عايزين نتكلم فيها، بس هتكلم فيها مع ضيفنا العزيز طبعا، الفقرة اللي أكيد بتستنوها كل أسبوع مع الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير بالأهرام، وهنستفيض في الحديث عن بعض الأمور الهامة. استنونا بعد الفاصل.
الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ اوسي اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. نورنا. كل سنه وانت طيب وكل المصريين طيبين وجمهور الاهلي طيب واعضاء النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بمناسبه المولد النبوي الشريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان شاء الله يعني مولد ان شاء الله يعني مبارك على كل المسلمين والمصريين في كل مكان ان شاء الله باذن الله. النهارده عيد ميلاد كمان ابو تريكه، نجم كبير واسطوره من اساطير الكره المصريه يعني والنادي الاهلي، وحفر تاريخ عظيم جدا جدا مع المنتخب ومع النادي الاهلي. بص، الاهلي دايما بيحتفي بكل حد كان ليه بصمه معاه، كل حد كان ليه دور معاه، وابو تريكه يعني من الناس اللي لهم بصمه كبيره جدا مع النادي الاهلي. في كل مكان تجد ابو تريكه. ابو تريكه يعني خطف قلوب جماهير الاهلي واظل محفور جواهم، واحد من الاساطير اللي موجوده في كره القدم ليس في النادي الاهلي فقط ولكن في مصر كلها. بنقول له كل سنه وانت طيب، يا ماجيكو يا سحر القلوب، يا تريكه يا محترم كره قدم، كنت نجم كبير فيها وانجزت للاهلي وللمنتخب مصر، اسعدت جماهير مصر كلها واسعدت جماهير الاهلي. فيعني عمر سعيد وسنه جديده ان شاء الله بيدخل عام 41. نجم كبير ابو تريكه، اهداف عظيمه في الحقيقه جابها مع النادي الاهلي. يعني دي بعض الاهداف في الزمالك، هم تقريبا 13 هدف جابهم في الزمالك على ما اتذكر. على هو لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. سجل مع النادي الاهلي 128 هدف. ما شاء الله. كان ليه 28 هدف مع الترسانه قبل كده ما انضم عليهم. لعب مع النادي الاهلي 304 مباريات، يعني تاريخ طويل جدا من اللعب داخل نادي المئة. مسجل اكتر من 100 هدف في الدوري. فطبعا حاجه عظيمه جدا. فاز بكل البطولات، يعني خد الدوري وكاس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا وكاس امم افريقيه وبرونزيه كاس العالم للانديه وهداف كاس العالم للانديه واللاعب الاكثر شعبيه في العالم، المفروض احسن لاعب في كاس العالم للانديه بس من جانب تصويت ادوار رونالدينيو. لو تفتكر في 2006 وجاب ايه وده شارك في الاولمبياد على فكره في لندن 2012. وشارك في كاس القارات. لا تاريخ كبير طبعا. ابو تريكه كل سنه وهو طيب وعبال مليون سنه باذن الله تعالى، ربنا يديله الصحه كده. طيب، حصل ازمه امبارح او اول امبارح بالتحديد، مباراه الاهلي والزمالك في كره السله. شفت الازمه دي ازاي والمشهد بعد انتهاء المباراه بفوز النادي الاهلي؟ طبعا مبارك الاهلي للجمهور يعني. طيب، لكن شفت المشهد ازاي يا استاذ يوسف؟ يعني طبعا اولا مبروك للنادي الاهلي وسله النادي الاهلي، الفوز الكبير بفرق 12 نقطه لما تفوز على منافس تقليدي في ديربي 92-80، فاعتقد ان ده رقم كبير جدا، يعني مباراه كبيره جدا، دليل على الفرق طبعًا الكبير في المستوى بين الفريقين في هذه المباراه. مباراه في كاس مصر، مباراه اقصائيه، يعني كانت مباراه مهمه جدا بتبان فيها شخصيه البطل. يعني الحقيقه انا يعني المشهد ده بالنسبه لي مشهد كارثي، مشهد سيء، مشهد الحقيقه مشهد لا يليق اصلا ان احنا نشوفه في الملاعب. مشهد فوضوي، مشهد يعني غير مقبول على الاطلاق، يعني لان اصلا كمان ما كانش في اي مبرر ولا اي داعي. لقطات معانا هي اصلا ما كانش في اي مبرر، يعني لعبه عاديه جدا. ايه اللي عمله ده اللي جاي يضرب ويعمل كوره والتاني خد الكوره ورايح يسجل ويسجل يعني هل ده منظر ممكن نشوفه في ملاعب الكره؟ ده منظر يعبر عن حالة انفلات وفوضى في الرياضة المصرية. لاعب من النادي الأهلي عمل مراوغة بمهارة. ايه اللي يتطلب كل ده؟ ايه اللي بيحصل كل ده؟ يعني ده المراوغه تاني. ادي المراوغه يعني ايه بقى ايه يعني؟ طب مطلوب يروح فين؟ طب هو لا الدنيا كده مطلوب ده عدى وخد الكرة بمهارة ولعب، واللعيب بتاع الزمالك ما فيش أي مشكلة خالص ولا رد فعل ولا أي مشكلة خالص في الموضوع. إيه اللي جاي بقى ده؟ هو ده اللي عمل الكارثة، ده اللي عمل القصة كلها، ده اللي عمل القصة كلها، وده اللي المفروض يكون فيه وقفة معاه كبيرة جدا. ده اللي سخن القصة كلها، ده اللي عمل المأساة اللي حصل. بص، كله بقى ما صدق وجه ولو أي مباراة عشان يفسدوا المباراة بشكل غريب جدا. يعني ما فيش حاجة، يعني ما فيش يعني الحقيقة طبعا دي مش كوره، دي خناقه شوارع. طبعا الناس راحت بتعتدي على لعيبه الاهلي، فطبعا طبيعي جدا ان يحصل اشتباك ويحصل رد فعل. ادي بص ما هذا إيه اللي احنا شايفينه ده؟ امر غريب جدا وامر غير مقبول على الاطلاق. يعني المبالغ فيها دي الـ 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 لما حتى ايهاب امين لما كله ساله عن الكوبري اللي عمله قال ده عادي جدا، وايهاب اصلا كان بيلعب في امريكا بقى له 5 سنين بيلعب هناك ولسه جاي وده اول مباراه ليه بين الاهلي والزمالك. قال يا جماعه ده بنعمله عادي، واحنا حتى لما بنتفرج على دوري السله الامريكي الحاجات دي عاديه جدا وحاجات مهاريه وحاجات ما فيهاش اي حاجه. هل في فرق بين انك تعمل ما يقال عليه الكوبري ده في كره السله ولا في كره الطايره؟ مفيش فرق، ما كتير جدا بيتعمل. طب يعني يعني هل ايه العيب؟ ايه العيب في الموضوع ده؟ يعني ايه العيب؟ ايه الاساءه لنادي الزمالك او الاساءه لهذا اللاعب المحترم مصطفى مشعل؟ ايه الاساءه ليه؟ ده حتى مشعل اصلا ملوش رد فعل اصلا على الموضوع، ما حسش ان في حاجه. يعني لغايه دلوقتي مشعل اهو ماشي في الملعب خالص، ما دخلش في القصه. يعني الراجل رقم 41 ده لا يعني هذا ده مش ده اللي سخن الدنيا. لعيبه الزمالك نفسها ما كانش هيبقى عندهم رد فعل
لان دي كوره عاديه يعني يعني بتحصل يعني ان بي ايه بيحصل فيه اسخن من كده بكتير يا حبيبي. ده بص جري ازاي، بص ده جري سخن زمايله وسخن الجهاز الفني اللي نزل. بص التاني خد الكوره وراح لعب ومسجل، مفيش. هو ده اللي عمل الازمه، ده اللي عمل المشكله يعني. يعني يعني اي اهانه في هذا الامر يعني، لان كانت ترقيصه في كره القدم بتعتبر اهانه. طب يعني حتى طب لو 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 تمرير الكره بين القدمين اهانه، طب اللي عمله حسين شحات في ماتش الاهلي والزمالك لما عمل تشميسه للنقاز، هل دي اهانه ولا فيها حاجه؟ طب معديه جدا، كان ممكن يعترضوا ويروح يضربوا الشحات مثلا يعني في ماتش الاهلي والزمالك في الدوري الاخير السنه اللي عدت، ما كوره برده علي معلول هدف من بين قدمي حارس مرمى الزمالك، عادي جدا. ودي بتحصل كتير جدا، ودي مهاره كله بيستمتع بيها. حسين الشحات كان عملها في ماتش المقاولين فاكر لما كسبنا 3-1 بالظبط. اه يعني يعني يعني, يعني ده, ده امر غريب جدا يعني. الدنيا ما اتقلبتش. الغريب بقى ان انا لما اسمع نائب رئيس اتحاد كره السله هو بيتحدث الاستاذ محمد عبد المطلب وهو راجل من احترمه ان هو يقول لك ان قانونيا ما فيش حاجه في الموضوع. يعني ايه قانونيا ما فيش؟ طب قانونيا ما فيش حاجه في الموضوع، يبقى ما فيش اي حاجه اصلا يعني. لكن يعني اخلاقيا واحتراما هو ايه يا استاذ محمد يعني حضرتك، ايه اللي اخلاقيا في الموضوع؟ بالظبط. ايه الاهانه الخلقيه اللي ارتكبها ايهاب امين لاعب النادي الاهلي في هذا الامر يعني؟ الحقيقه هو 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 نادي الزمالك او فرقه نادي الزمالك في الباسكت يعني كانت بتبحث عن اي سبب لافساد المباراه، ومرتين بيحاولوا ينسحبوا من الماتش علشان وجود جمهور في الملعب يعني، ويوقفوا الماتش، والمسؤولين عن الملعب وكان طبعا في صاله في النادي الاهلي في الجزيره بيطلعوا الجمهور ولعبت الماتش، رجعوا تاني، لا ده في جمهور تاني، لازم نشيل الجمهور طلعوا لهم الجمهور كله من الملعب خالص علشان ما يتيحوش اي مبرر للانسحاب من المباراه، يعني الاهلي كان عنده اصرار انه يلعب المباراه وزي كان عنده اصرار انه يفصل المباراه. طب يعني انت كنت ممكن افسدتها في حاجه تكون مقنعه لينا، تكون يكون امر مقبول على يعني للناس يعني، لكنك تفسد المباراه بهذا الشكل بسبب مراوغه يعني عاديه جدا بتحصل في كل الملاعب. حتى ايهاب امين قال انا لسه عاملها في ماتش سبورتنج يعني عادي جدا مفيش مشكله خالص. طب ما في السنه اللي عدت سلوجن لاعب في نادي الزمالك ده لاعب امريكي وكان موجود وكان في ماتش الاهلي والزمالك، كان لاعب مميز قوي. مميز جدا واثر عليهم لما طبعا مش. طبعا ده كان في ماتش الاهلي وكان رايح بهجمه فقد الكوره فوقع على الارض، قعد يعمل ضغط جنب لعيبه النادي الاهلي. دي بقى الاستهانه بالمنافس ولا اي رد فعل من لعيبه الاهلي؟ حد عمل حاجه من الاهلي ولا اي حاجه خالص يعني؟ مفيش حاجه خالص. رغم ان دي يعني يعني فيها استفزازات او فيها استفزاز واضح. ده استفزاز واضح، ده انت واحد يعني سايب الهجمه وقاعد تعمل ضغط يعني، انتوا مش في دماغي وانتوا ما يعني انا مش بحترم المنافس يعني. اللقطه هي دي يا جماعه يعني 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 شوف هذه اللقطه. بص يا استاذ، بص عمل ايه. طب بص اهو وقع اهو، بص ادي اللعب شغال، وادي اللعب شغال، انت بتعمل ايه حضرتك؟ طيب بص لعيبه الاهلي بقى بيعملوا ايه؟ عادي جدا ولا كان موجود ولا كان في اي حاجه خالص، هكملوا اللعب عادي. يعني لكن انت بتعمل كارثه وبتعمل ماساه وبتعمل ازمه على مراوغه في ارضيه الملعب. بص تاني اهي، بص واحد اثنين عد معايا الضغط بقى. ادينا اتكلم، ادي لاعب الزمالك اهو اللي بيعمل في ماتش الاهلي السنه الماضيه عمل ثلاثة ضغط، وده بقى يعتبر نوع من الاستهانه بالمنافس بقى، ونوع من استفزاز المنافس بالظبط، واهانه كمان. لكن بالنسبه للنادي الاهلي ما اعمل اللي انت عايزه، ايه الاهانه ليا بالنسبه لي ولا تفرق معايا. بس هي حركه غير مقبوله من اللاعب يعني. لكن ان واحد يراوغ واحد ويعدي بيها اعتقد ان ده امر غريب جدا. والغريب من موقف اتحاد السله حتى الان لم يصدر اي شيء بشان المباراه دي وبشان من المطلوب منهم ايه يعني. العقوبات تبقى عباره عن ايه طبعا المفروض يعني يجيب يشوف اللي احنا شفناه، هذا اللاعب اللي جري وتحرك واشعل الازمه ونزع فتيل الازمه وتسبب في دق مسمار فتنه في المباراه بهذا الشكل، المفروض يبقى في عقوبات مشددة يعني على هذا الامر بشكل سريع جدا يعني. يعني اعتقد النادي الاهلي والله ما هو يعني لا مجامله للنادي الاهلي عشان انا موجود في قناته خالص خالص يعني خالص. دلوقتي كل لعيبه الاهلي وجهاز الاهلي احنا لعيبه الاهلي يضربوا ايهاب امين ويضربوا في لعيبه الاهلي. طب المطلوب مفترض نعمل ايه؟ مين اللي ابتدى بالاعتداء؟ الزمالك طبعا. بس واضحه قوي يعني، هي واضحه دي ما فيهاش. هو الاهلي هيعتدي ليه؟ من غير الاهلي كسبان بفرق 12 بونت واللاعب بتاعه مراوغ وماشي وعادي وبتاع، الموضوع مش عشان احنا يا جماعه والله في قناه اهلي ولا الكلام من ده خالص، لو احنا في قناه ثانيه هنقول نفس الكلام، دي حقيقه. احنا بنشوف بنقول المشهد اللي احنا شايفينه واللي حضراتكم اكيد شايفينه وتقدروا تحكموا عليه بشكل جيد جدا، فبالتالي كان الواضح مين اللي ابتدى الاعتداء. اللاعب رقم 41 في فريق نادي الزمالك هو اللي سخن الدنيا، هو اللي اشعل الازمه بشكل كبير جدا. لازم اتحاد كره السله ينظر لكل هذه الامور بجانب تقرير طبعا المراقب. دعنا ننظر يا امير لهذا الامر، ان ده بيعبر عن الانفلات في الرياضه المصريه بشكل عام. حلو. طبعا ده ما المشهد ده ما يجيش من فراغ. يعني انت لو عندك ناتج عن ايه يعني؟ ما انا اقول لك، لو عندك الدائره الرياضيه في مصر او الوسط الرياضي في مصر ايا كان كره قدم او سله في حاله انضباط، في حاله
في لوائح، في قوانين، في حاجات مفعله، في ما حدش يعتدي على حد، ما حدش كان هيجرؤ ان يعمل المشهد ده. لكن المؤكد ان حاله الفوضى والتسيب اللي سبقت الموضوع ده واللي كلنا عايشينها في الفتره الماضيه، والانفلاتات والشتايم والخروج عن النص دون عقوبات من اي حد، ده بيخلي اي حد يعمل اي حاجه. يعني ليها دور، يعني التصريحات والتجاوزات طبعا دور. هذه التجاوزات كده بكده كان ليها دور في هذا الامر. فانت داخل مشحون وداخل متوتر وداخل منفعل وداخل يكسب يبوظ الماتش. دي مش كوره وده مش رياضه ومش مش 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 لعبه خالص يعني. فطبعا ده طبيعي جدا ان احنا نصل الى هذا المستوى. يا جماعه لابد ان يكون في وقفه، ولابد ان اتحاد الباسكت يكون في وقفه، ولابد ان اللجنه الاولمبيه كلها وقفه، ولابد ان وزاره الرياضه كلها وقفه. لان دي صوره مصر لما ماتش زي ده بين اكبر يعني كبيرين في مصر يحصل فيه بهذا الشكل وهذا المستوى لمجرد ان لاعب روغ لاعب، دي حاجه كارثيه يا جماعه. طبعا يعني قبل كده لما كانت رمضان وقف على الكوره بالرغم من ان اللعبه ما فيهاش اي حاجه خالص بيعتبروها هنا للمنافس، مع ان اللعبه قانونيا ما فيش اي حاجه بالنسبه له، هي مهاره بالمناسبه. انا باخد الكوره مهاره عادي جدا يعني، لكن ما توفي حاجه يا عم، ما توفي انت على الكوره، ايه المشكله؟ ما تعمل كوبري لاي حد، مش حد منعك يعني. طب ليه انت مستفز لما الاهلي بيعمل الحاجات دي؟ بتتحول الى هذا الامر يعني. طبعا امور غريبه وامور مرفوضه جدا. ننتظر موقف هام وموقف محدد وموقف حاسم من اتحاد كره السله. الغريب بقى، وده زي ما حصل في الكوره بالظبط يعني، ان رئيس اتحاد السله لما بيسالوه عن الموضوع بيقول انا ما شفتش الماتش، ما كنتش موجود وانا موجود خارج البتاع. نفس المشهد ده تكرر يوم ماتش الاهلي والزمالك اللي اتاجل. رئيس اتحاد الكوره ما كانش موجود في مصر، كان مسافر. كان مسافر. يعني ازاي حضرتك في ماتش زي ده، انت عارف ماتش الاهلي والزمالك ده اهم حاجه في الرياضه المصريه، حتى لو مسافر في أي تقدر تتابع المباراه يعني كان المفروض لازم تبقى موجود في مصر في الوقت ده. لكن انت مسافر حضرتك طبعا، اتحاد الكوره ياتي في مرحله ثانيه من اهتماماتك، ده حاجه. رئيس اتحاد السله حضرتك لازم تتفرج على الماتش ده، لازم تبقى موجود. اتحادك موجود ورجالك موجوده وبتاع، بس ازاي حضرتك ما تتفرجش على الماتش حتى لما تحصل كارثه تقول انا ما اعرفش حاجه؟ يعني طب يعني على الاقل حضرتك استفسر، حضرتك شوف، حضرتك اتفرج، حتى لما تسال عن الامر تبقى ده انت دلوقتي تقدر تخش على اليوتيوب على طول اثناء الماتش ما هو شغال، وتقدر تشوف الاحداث وتقدر تقيم وتقدر تبدي اراء في الامر يعني. فنتمنى من المسؤولين عن الرياضه في مصر يكونوا متابعين ويكونوا مهتمين ويكونوا مقدرين اهميه المباريات وحساسيتها، لان ده احنا الحقيقه وصلنا لمرحله انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان احنا وصلنا لمرحله سيئه جدا 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 يعني. اتاخروا في القرارات ولا ده طبيعي ان هم ياخدوا وقت يا استاذ اوسي؟ اتحاد كره السله لا طبعا اتاخروا. طب مستنيين ايه؟ ما اعرفش يعني اشياء لا مبرر ليها يعني. انت لو ما كنتش هتعمل اجتماعات يعني ماتش زي ده بيحصل بالشكل ده. الماتش كان اول امبارح يعني، بقى 48 ساعه فات 48 ساعه يعني هم حتى قالوا ان احنا خلال 48 ساعه نصدر قرار. طب عدى 48 ساعه ولم نرى شيئا حتى الان يعني. يعني فين حضرتك وفين موقفك وفين عقوباتك وفين تقاريرك عن هذه المباراه واللي حصل فيها يعني. منتظرين ويا رب يكونوا يعملوا حاجه يعني تعيد الانضباط الى الساحه الرياضيه التي امتلأت بالفوضى وامتلأت بالتسيب، وبنشوف ده في مشاهد عديده. يعني هنشوف ده كمان لما نيجي نتكلم عن ازمه منتخب وبيراميدز. طبعا دي هنتكلم فيها يعني. ما هو ده كله استمرار لهذه السياسه يعني. احنا ما عندناش ضوابط، ما عندناش قواعد بتحكم الرياضه المصريه بشكل عام. احنا كنا في بعض الاحيان بنتكلم عن الجمهور هو اللي بيبقى متسبب في ابعاد نفسه عن الملاعب، دلوقتي واضح ان اللاعبين كمان بيعملوا كده يا استاذ اوسي. يعني اللعيبه امبارح او اول امبارح والشكل اللي عملوه في الماتش ده ده بيؤدي ايضا لايه؟ يعني ما فيش جمهور في المدرجات بالطريقه دي بقى، هيبقى قرار سهل قوي ساعتها. طبعا طبعا يعني لازم يتحملوا مسؤوليه يعني. لا لا لا، ما هو انت بص يا عم امير، زي ما قلت لك ان انت علشان يكون عندك حاجه كويسه لازم يكون عندك قواعد وقوانين ولوائح مفعله وتطبق على الكبير قبل الصغير، ويكون فيها عداله موجوده، يكون فيه نظام. متى يعني افتقدنا هذا النظام فافتقدت كل شيء. افتقدت الانضباط، افتقدت الاخلاق، افتقدت البتاع. عندما يعني ترى الاخلاق قدامك بتنهار ولا تدافع عنها كمسؤولين عن الرياضه في مصر فتوقع اي شيء طبعا. وده بنشوفه كمان في انفلاتات اللي موجوده على السوشيال ميديا. يعني انت ما تطالبش بقى الجماهير بان هي تحسن من اخلاقياتها، بتشوف بقى شتايم والفاظ وحاجات خارجه وامور غير لائقه وامور غير مقبوله. يا جماعه ده ما ينفعش خالص يعني. الحاله اللي احنا وصلنا لها سواء على المسؤولين او في اللاعبين او في مدربين بهذا الشكل، امور مرفوضه تماما ولا نقبلها على الاطلاق. وما يحدث حتى بين الجماهير والشتائم اللي موجوده بره دلوقتي، طبعا بقت الساحه مش في المدرج، بقت الملعب دلوقتي على السوشيال ميديا بين الجميع ده يعني. لو الماتش ده فيه جمهور يعني تخيل لو ماتش زي كده فيه جمهور كان ممكن يحصل فيه ايه يعني؟ ماشي. فكده يعني كل الامور اللي بتلف حوالينا دي بتدور يعني
تحول دون عودة الجمهور إلى المدرجات يعني. يعني احنا في كل الأحوال طبعا بنحترم كل الأندية. نادي الزمالك نادي محترم وكيان محترم، لعيبة نادي الزمالك ناس محترمة، لكن في بعض الأحيان اللي عملوه ده بيعمل أزمة كبيرة، نتمنى إن هي ما تتكررش، خصوصا لعيبة الأهلي والزمالك زمايل دايما في المنتخبات يعني في أي لعبة يعني. ده طبعا يعني ده شيء موجودين يعني. طيب نقفل الملف ده يا أستاذ أوسي ونروح نتكلم عن النادي الأهلي شوية، الفريق الأول لكرة القدم واللي كان عنده معسكر مهم في دبي. بتقيم المعسكر ازاي يا استاذ اوسي؟ لان الكلام كتير في الحقيقه عن المعسكر ده. بص طبعا النادي الاهلي يعني ما كانش في تخطيطه مرحله التوقف اللي موجوده دلوقتي، التوقف الكبيره يعني. على الاقل كان هيلعب ماتشين قبل مرحله التوقف، اللي هو كان ماتش الزمالك وكان ماتش الجونه يعني. لكن طبعا الازمه اللي حصلت واللي تعرض ليها النادي الاهلي بشكل غير لائق وبشكل تاجيل الماتش في منتصف الليل والحادثة اللي احنا عارفينها كلها، مش عايزين نقعد نتكلم فيها ونقعد فيها تاني، احدثت نوع من الارتباك في البرامج التدريبيه بتاعت النادي الاهلي، بتاعت اي حد يعني. انت لما يكون عندك ماتشين منهم ماتش ديربي وعندك دوري ومباريات قويه جدا وفجاه الحاجات دي تتاجل، فده بيلخبط لك الدنيا، بتقعد تعيد كل البرامج التدريبيه بتاعتك من تاني من اول وجديد. فده لما حصل الجهاز الفني عاد وبدا يتدرب وبدا يعني يطل الامور، وكان لابد من البحث عن معسكر خارجي يعني يكون في تجمع اللاعبين مع بعض، يكون في تقارب، يكون في تدريب، يكون في نوع من التنسيق، يكون في نوع الراجل يقدر يعمل حاجات هو عايزها بشكل مركز واللعبة معاه طوال الوقت موجودين معاه يقدر يتعامل معاهم، سواء بالنسبه لما يحدث في الملعب من اداء تدريبات او محاضرات بيقدمها. فده كان مهم جدا، فكان معسكر الامارات اللي كان المفروض يتخلله مباراه على الاقل في لكن طبعا انا زي ما قلت لك قبل كده ان الدوري الوحيد اللي واقف في العالم دلوقتي هو الدوري المصري يعني، فكل الدورات بتلعب، حتى يعني الدوري الاماراتي ما مش واقف، فما فيش فريق هناك واقف ومش هيوقفوا الدوري علشان واحد يروح يلعب ماتش ودي يعني، واخد بالك؟ فطبعا يعني تعذر او كانت هناك صعوبه كبيره جدا الاهلي يلاقي مباراه وديه يلعبها، فاكتفى الراجل بالتدريبات وادى تدريبات قويه، وكان معاه اللعيبه بتاعه المنتخب الدوليين يعني لعيبه النادي الاهلي اللي هم لعيبه المنتخب الاول اللي رجعوا وانضموا مباشره للمنتخب، فالامور صارت بهذا الشكل. فالمعسكر بشكل عام يعني اكيد افضل في التدريبيه من انك انت لو كنت هنا يعني، لو كنت اتمرنت بالظبط انك انت بتمرن هنا اللعيبه بتمرن وتروح، لكن انت هناك بقول لك قاعد مع اللعيبه على الاقل 6-7 ايام موجودين تحت عينك، محاضرات كتير وكلام كتير، محاضرات وكلام وتحضيرات وبتاع، ومعاك تقريبا كل الفرق باستثناء لعيبه المنتخب الاولمبي، واخد بالك؟ فعلا فالامور يعني اخر تدريبين بس يعني دي ما فيهاش حاجه في النهايه، ده معسكر تدريبي يعني يخص النادي الاهلي يعني. فما فيش بقى كلام انك تقول معسكر ناجح ولا معسكر فاشل يعني، ما يعني لا يعني لا مجال لتقييم ولا النجاح ولا الفشل في هذا الامر على الاطلاق. الاهلي شايف ان هو عايز يعمل معسكر بره، راح عمل معسكر بره، رجع يتدرب هنا في التشتي، رجع يتدرب في التشتي، فالامور عاديه جدا يعني وبسيطه. طيب تتوقع ازاي عوده النادي الاهلي للمباريات الرسميه يا استاذ اوسي؟ شكل النادي الاهلي ممكن يكون شكله عامل ازاي من الجانب الفني، من جانب الاداء، النتائج؟ بتشوف القصه دي ازاي؟ لا طبعا الاهلي يعني اخر يعني رؤيتنا ليه كان في الدوري، وكان بيأدي بشكل قوي وشكل مميز، وعامل كل مباريات الدوري بعروض جيده، وكان وصل لمرحله عاليه جدا فنيا وبدنيا يعني بشكل يكاد يكون مزعج للمنافسين. الاهلي الان توقف عن اللعب، والتوقف عن اللعب يؤثر على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، انت بتفتقد حساسيه اللعب، حساسيه المباريات، بتفقد لياقه المباريات، ده كله يعني من لحظه التوقف تقريبا من 14 او 15 اكتوبر الاهلي لم يلعب اي مباراه حتى الان يعني. فده اكيد مؤثر على الموضوع، فطبعا لذلك فايلر بيحاول يعمل ده يعني، من اجل كده عمل معسكر الامارات، ومن اجل كده هيرجع تاني يتمرن وهيحاول يعمل ماتش ودي ويحاول يظبط ده بقدر الامكان. الراجل كانه ايه بعد ما وصل لمرحله عالي فيها قوي نزل لتحت خالص، وهيبدا يجهز نفسه ويبدا ويلعب من جديد ويعيد اموره تاني في الفريق. نتمنى ان الاهلي يقدر يرجع تاني ان شاء الله، واعتقد ان المدرب بهذا الشكل وبهذا المستوى وبفكره اعتقد ان هو يقدر يرجع باذن الله، بس نخشى من البدايات طبعا ان هي تكون ايه ما تكونش على مستوى اللي وصله الاهلي في اخر مبارياته يعني. رايك ايه في خبر الدستور النهارده؟ اللي هو قال لك ايه؟ قال لك جلسه صلح بين المدير الفني وسيد عبد الحفيظ بعد ازمه معسكر الامارات. يعني بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي ومعسكر وكمان، رايك ايه في الخبر ده؟ يعني الحقيقه ما انا مش يعني جلسه صلح يعني هم اتخانقوا يعني، حصل مشكله ولا يعني السيد عبد الحفيظ اتخانق مع فايلر هناك يعني وهيقعدوا يتصالحوا وكده ويقعدوا يتصالحوا يعني وجلسه صلح يعني بينهم يعني وبتاع. طبعا انا حسب معلوماتي ان يعني ما حصلش اي مشكله بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ولا بين ريني فايلر،
لان ده مستحيل جدا على فكره، ده مستحيل ان يحصل مش في الاهلي يا استاذ اوس الكلام، مستحيل ان يحصل في النادي الاهلي يعني. والراجل رايح وعارف ان في صعوبات في اقامه، يعني هو يقول الاهلي ما لعبش مباريات وديه، طب ما هو فايلر عارف ان في صعوبه ان تلعب مباراه وديه، ومن قبل الاهلي ما يسافر من هنا كان في صعوبه على الاتفاق على مباراه مع فرقه كبيره جدا او فرقه كان معروف الدرجه الاولى، كان معروف لدرجه ان كان يتم البحث عن فرقه من الدرجه الثانيه. طب خلاص هو الراجل اكتفى بالتدريبات يعني. طب ما هو قبل كده قال له ان الاهلي كان خناقه بين سيد عبد الحفيظ وان فايلر طرده من الغرفه وحاجات زي كده يعني. فيعني عادي ما فيش مشكله يعني، يعني الحقيقه مش عارف كلام غير منطقي يعني. بس يعني اللي انا اعرفه في الاهلي وحسب معلوماتي ان المعسكر لم يحدث في هذا الامر على الاطلاق، ما حصلش حاجه طبعا. وان ال احنا متابعين معاكم المعسكر يوميا على قناه الاهلي يعني، وحتى لو في ازمه في النادي الاهلي او في اعتراض من مدير فني لن تصل الى مرحله الخناقه والصلح، مستحيل يعني. واخد بالك؟ مستحيل. فدي الفكره في الموضوع يعني، مش اكتر من كده. منتخب مصر الاول، مباراه في هذه اللحظات، الشوط الاول خلص بالتعادل السلبي 0-0، اصابه حسين الشحات للاسف في الركبه، ان شاء الله تكون بسيطه، وكان حاطط ثلج كده وهو خارج على الركبه. لكن بتشوف اهميه التجربه دي بشكل عام من كابتن حسام البدري قبل ماتشين رسميين يعني. يعني كابتن حسام طبعا بيحاول، طبعا كان عمل ماتش بتسوانا كسبناه بهدف بركله جزاء طبعا، وده الماتش الثاني كان مصر عنده اصرار ان هو يلعب ماتش زي ده قبل الماتشين اللي هم 14 و18 مع كينيا وجزر القمر. فطبعا انا مؤكد ان هي تجربه مهمه جدا وتجربه جميله للكابتن حسام البدري يعني. يعني هي نفس الفكره يعني، ان الكابتن حسام على فكره كان بيدوروا للمنتخب عن ماتشات اللي يلعبوها، فما كانوش لاقيين فرقه يلعبوا معاها ماتشات يعني. ودي مش فرقه ليبيريا كمان الفرقه الكامله، لان فيهم عندهم بعض المحترفين اكيد ما يقدروش يجوا دلوقتي زي المحترفين بتوعنا ما جوش طبعا اللي يلعبوا المباراه دي يعني. فده هيجرب فيها مجموعه من اللاعبين في مختلفين، اكيد هتكون تجربه مفيده ومهمه قبل المواجهه الاولى اللي هتكون يوم 14 ان شاء الله يعني. طيب التشخيص المبدئي لاصابه حسين الشحات كدمة قويه في العضله الاماميه بعيده عن الركبه. طب الحمد لله. الحمد لله يعني، ده التشخيص المبدئي طبقا للموقع في الجول يعني. هو خرج ما في، هو اتصاب في الدقيقه 40 وما قدرش ان هو يكمل او كمل الدقائق دي، وبعد كده خرج بين الشوطين ونزل مكانه كريم طارق يعني. فان شاء الله تكون بسيطه ويرجع حسين الشحات سريعا، لاعب مهم جدا بالنسبه للمنتخب طبعا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا يعني. دايما الاصابات بتطارد عدد كبير جدا من لاعبي الاهلي، لكن الحمد لله قلت بدرجه كبيره جدا في الفتره طبعاً الاخيره طبعاً. يمكن كنا شفنا الموسم الماضي في نفس الفتره الزمنيه تقريبا اللي هي الجزء الاولاني من الدوري كان في كميه اصابات غير عاديه يعني. كان اسهل بالنسبه لك تقول اللعيبه السليمه مش مصابه. ايوه يعني كان شبه في مستشفى مفتوحه داخل النادي الاهلي. لا مش عايزين نقول مستشفى يعني، لا يعني كان في عدد كبير جدا من اللاعبين المصابين، اصابات كتير يعني. كان في حتى لاعب يصاب ويرجع، على ما يرجع واحد ثاني يصاب، على ما يرجع واحد ثاني يعني، تحس حاجه كده. فنتمنى الشفاء لحسين الشحات، لاعب مهم جدا ومميز جدا بالنسبه للمنتخب وبالنسبه للنادي الاهلي يعني. فالحمد لله. ازمه بيراميدز مع المنتخب رايك فيها ايه؟ ما هي دي امتدادا لحاله الفوضى اللي انا كنت بقول لك عليها، الغياب الانضباط في الرياضه المصريه وعدم تقدير الحاجات المهمه الوطنيه اللي موجوده في مصر، وعدم التعامل باحترافيه مع الامور بدرجه كبيره جدا. بيراميدز بيستند الى حاجه بيقول لك انا لوائحيا الفيفا دي مباراه مش تبع اجنده الفيفا، فبالتالي يعني مش مهم ان انا ابعت اللعيبه بتاعتي يعني. طبعا كلام غريب جدا وكلام مرفوض، لا سيما انك انت لعبتك قاعده في البيت دلوقتي يعني، فما فيش اي مبرر انك يخليك تمنع اللعيبه. لكن اللي انا لاحظته، انا كنت متخيل ان في طارئ او ظرف منع لعيبه يعني بيراميدز منع لاعبين من انضمام المنتخب مع سبق الاطار والترات يعني، قاصدين ان هم يوجهوا رساله لمنتخب مصر او لاتحاد الكوره، لاتحاد الكوره تحديدا، ان لعبتهم مش هتروح وان هم اللي مانعين اللعيبه من الروح. هم بيقولوا ان هم يعني ان هم محدش مقدرهم ومحدش محترمهم ومحدش شايفهم، وان مفيش عداله في التعامل معاهم، وان مفيش نظر ليهم، في لعبتهم ما بتاخدش راحه كافيه زي ما بقيه الفرق المنافسه بتاخد راحه. هم يعني يرون هذا الامر يعني. لكن طبعا امر غريب جدا المنتخب. انا من وجهه نظري ان ما حدث هو خطا من النادي بيراميد، ان المفروض ان المنتخب المصري ده يعني خط احمر بالنسبه لاي حد يعني. طبعاً. لو منتخب مصر رقم واحد، ومصلحه منتخب مصر تقدم على مصلحه كل الانديه يعني. انا بشوف ان اللعب مع منتخب مصر اشبه باداء الخدمه العسكريه اكيد، وان من يستدعى الى هذه المهمه الوطنيه ويتخلف لابد ان توقع عليه عقوبات مباشره يعني. انا من وجهه نظري المفروض في عقوبات كبيره جدا في هذا الامر يعني، بشكل عام في اي وقت مش دلوقتي يعني. يعني لما لاعب يستدعى المنتخب وما يجيش،
ده يبقى ليه عليه عقوبات تبقى واضحه ومعروفه، يعني خصوصا اللاعبين اللي موجودين عندنا هنا في الادارات المحليه. اتحاد الكره يعني المشهد ده حصل قبل كده في بعض المرات وما تمش التعامل معاه بشكل قوي، يعني ممكن تكون مرات فرديه، اللاعب يطلع يقول لك انا مش هلعب للمنتخب تاني. هذا الامر غير متاح، اي لاعب في الدوري المصري او اي لاعب مصري هو جندي في المنتخب المصري يعني أكيد. فمتى تم استدعائه وكانت الظروف ملائمه وغير متناسبه، يعني ما فيش يعني اي امور خلافيه بينه وبين ان يلعب في المنتخب، اعتقد ان ده يجب تنفيذه باسرع ما يمكن. يعني ما حدث امر غير مقبول على الاطلاق وامر مرفوض، والمفروض اتحاد الكره كليه تدخل طبعا اقحم الكابتن حسام البدري، وانه كان رئيس نادي بيراميدز وانه داخل في مشكله معاهم، والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز بيدخل بتصريحات طبعا قويه وتصفيات حسابات وبتاع، والبعض دخل النادي الاهلي والنادي الزمالك، ولو كان النادي الاهلي كان حسام او الزمالك كان حسام البدري يقدر يعمل معاهم كده. لا، ده النادي الاهلي اللعيبه جايه من الامارات على معسكر المنتخب مباشره، يعني الطبيعي جدا انه تلاقي قبل ما المعسكر يخلص بتاع الاهلي كان متحدى من المعسكر، كان يقول له لا يعني ما اقدرش اجي، لا انا رايح كام يوم بعد كده انضم لك. لا، ده في نوع من الالتزام رغم ان المباراه بعيده عن الاجندات الدوليه، لكن احنا لازم نقف مع المنتخب طبعًا. في بدايه مشواره مع جهاز فني جديد وداخل على مرحله جديده، لعيبه نادي الزمالك برضه انضمت على الموضوع يعني في الامر يعني. فانا شايف ان هم علشان تقول لي واحد فيفا دلوقتي مع منتخب مصر وانت قاعد ما عندكش اي ارتباطات، فهذا امر مرفوض وامر غير مقبول. انت كله عايز تعمل شو، عايز يعني تبين نفسك انك انت موجود وتعترض على اشياء، ولما تعترض على اشياء ما تكونش الاشياء دي الثمن يدفع فيها منتخب مصر. اكيد صح. شايف ان الكابتن حسام البدري اتصرف صح كده لما رفض عوده اللعيبه للمنتخب؟ يعني انا ما اعتقدش ان ده ممكن يكون قرار كابتن حسام البدري، يعني كابتن حسام البدري يعني مين اللي يعني كابتن حسام البدري اكيد المفروض بيعمل طلب، انا عايز اللاعب ده وده 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 وده، ومين اللي بيبعت للانديه، حسام البدري ولا اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره بس. فده ده ده المفروض ده قرار اداري وليس قرار فني، يعني انا المفروض يبقى كده يعني. والا ان يكون دور اتحاد الكوره غير موجود، يعني لو انت يعني انت دلوقتي عايز توصل رساله ان الكابتن حسام البدري هو من اخذ القرار بمنع اللعيبه من المنتخب، هو اللي احنا بنسمعه كده اللي احنا عارفينه كده، يعني طبعا بعد ما خلاص الامر ده غير جيد، يعني الكابتن حسام قال لهم لا خلاص مش عايزه، ما هو ده امر غير جيد يعني يعني هو المفروض يعني المفروض اتحاد الكوره هو اللي يقول ان انا مش عايزه. طب الكابتن حسام بدري محتاجهم فنيا، هو الكابتن حسام بدري يقدر يقول انا مش محتاج اي لاعب، لان هو في النهايه بتاعي يعني مدير فني، وفي نفس الوقت لو محتاجهم فنيا واتحاد الكوره شايف ان في عمل اداري غير لائق يستبعد، يبقى في تعامل من اتحاد الكوره بقى يبقى اتحاد الكوره يتعامل، يعني افرض في حاجه غير اخلاقيه مثلا يعني بشكل عام والمدير الفني مصر ان ياخد الحاجه الغير اخلاقيه دي، اتحاد الكوره لازم يتدخل ويمنعها. لا انا مش عايز ده كده، ده قرار اداري، يبقى هنا في الناحيه الفنيه مش موجود. فمن يدير، مين اللي بيدير مين؟ هل اتحاد الكوره اللي بيدير الكابتن حسام البدري ولا الكابتن حسام البدري اللي بيدير اتحاد الكوره؟ لا اتحاد الكوره، اتحاد الكوره اللي بيدير اتحاد الكوره، فالطبيعي ان اتحاد الكوره يكون زعيم. الغريب ان احنا يعني ان احنا طبعا الرساله اللي وصلتك صحيحه والرساله اللي وصلتنا صحيحه ان الكابتن حسام البدري هو المتصدر المشهد، المفروض اتحاد الكوره هو من يتصدر المشهد وهو اللي كان يعلق على هذه الازمه، لان دي فرقه منها السبع لعيبه في منتخب مصر، عدد غير قليل يعني طبعا سبع عدد كبير، مش مجرد لاعب وفيها اكتر من لاعب اساسي موجودين في المنتخب، يعني في اثنين او ثلاث لاعبين اساسيين في المنتخب. لما بنتكلم عن عبد الله السعيد، لما بنتكلم عن عمر جابر على الاقل تحديدا موجودين يعني بالاضافه الى جميع العناصر الثانيه، عناصر مميزه ويمكن ان تفيد المنتخب، وكان فرصه ان يتم تجربتها النهارده. لكن طبعا ده امر فوضوي برضه بيدير وبيعبر، رضا بكر ومحمد حمدي عندهم عدد من اللعيبه المميزه اللي استفاد بيها المنتخب فاروق. ومحمد فاروق، لكن هو امر بيعبر عن برضه الحاله الفوضويه اللي يعني بتغلف المشهد الكروي الموجود عندنا في مصر. فلو عندنا انضباط، عندنا كل واحد عارف حدوده، مش هيحصل الكلام ده خالص يعني. على حد تعبيرك يا استاذ اوسي، بما انك بتقول ان احنا في حاله فوضويه، شايف لحد امتى هتستمر الحاله دي؟ والله طول ما احنا مش مفعلين القوانين، طول ما احنا ما عندناش قواعد ثابته، طول ما احنا ما عندناش يعني ضوابط لكل الامور، طول ما ان اللجان اللي الموجوده في الاتحاد مش مفعله، زي لجنه الانضباط، لجنه الاخلاقيات، لجنه شؤون اللاعبين ما بتشتغلش بشكل جيد، لجنه المسابقات برضو احيانا بتعمل حاجات غريبه ما حدش تفهمها، زي ما حصل في موضوع التاجيلات، اخرت واجلت وقدمت وطلعت وجابت من الخامس في الرابعه والرابعه في الخامس، كل ده بيحدث نوع من الارتباك في المشهد، بيخليك انت غير قوي يعني في المسابقه يعني. لكن انت لابد انك انت تكون قوي وواقف على ارض صلبه علشان الناس تحترمك والناس تقدرك والناس يعني تنفذ ما تريد انت اللي تنفذه. يعني احنا لما بنشوف
اللي موجود في الدوري. انا مش هقارن طبعا يعني، بس بضرب مثل يعني عشان الناس يعني نفهم مع بعضينا كلنا ايه اللي بيحصل. لما بنشوف الدوري الانجليزي، هل الانضباط والالتزام الشديد جدا اللي بنشوفه في الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه ناتج عن انضباط اللاعبين والاجهزه الفنيه ومسؤول الانديه؟ لا لا، ناتج عن ان عندك قوانين ولوائح قويه. بس هو ده اللي انا بطالب بيه. طبعا هو اللي انا بطالب بيه، انا بطالب ان يكون عندك اتحاد قوي ينفذ هذا. صح. زي ما بنشوف مثلا ان ما فيش لاعب يقدر يبص الحكم، ده نتيجه اللعبه مؤدبه. اللعبه مؤدبه لان في قوانين بتجبر على الالتزام بالادب الشديد. صح. وبتطبيق قاعده ان يعني ان اللي هيخرج عن النص يعني هيتم معاقبته باشد العقوبات. ده سواء بالنسبه للعيبه او المدربين او المسؤولين او حتى الجمهور اللي في المدرجات. لما بنشوف فرد بيخطئ في المدرجات، فرد وسط 70 80000 بيتجاب على طول، بيتجاب ويمنع من دخول المباريات لمده سنين ويعاقب وقد يصل الامر للسجن. فهم اللي فرضوا الموضوع. بس حال بالنسبه للاعبين، لو لعيب عمل خطا كارثي مثلا او مشكله كبيره على طول بيتوقف فتره كبيره. مفيش الكلام ده يعني. فهي دي بقى، هو اتحاد الكوره يعني. اتحاد الكوره ده احنا كنا بنامل فيه حاجات كتيره جدا، لكن انا رايي الشخصي ان احنا شايفين ان هذا الاتحاد يعني بدايه السقطه ليه، بدايه التاجيل في الدوري كانت ايا كانت المبررات. انا شخصيا مش مقتنع بيها لغايه دلوقتي. مش مقتنع عشان ما كانش في تحرك ايجابي من اتحاد الكره. بالظبط يعني، اتحاد الكره كان يقدر يبذل جهود جباره. انت عايز ننجح يبقى لازم تعمل كده. وهعمل كده. فغيره عمل مجموعه من الاشياء يعني اظهرته بشكل ضعيف، فخلاص يعني هو دلوقتي يعني انا اراه بات مغلوبا. حتى معظم اعضاء لجنه شبه مختفيين، ما تعرفش ليه، ما تحسش ان هم فاعلين وموجودين يعني في الامور. فالامر الحقيقه يعني مش مرضي خالص بالنسبه لنا يعني. كان معايا احد الضيوف مش متذكر مين من كام حلقه استاذ اوسي، وفجر مفاجاه عن احتماليه عدم انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر في المعسكر اللي جاي ده، الماتشين اللي جايين دول. هل تتوقع حدوث هذا الامر يعني؟ لا انا ما اتوقعش يعني. ما تتوقعش يعني؟ اتوقع ان صلاح يعني هيكون موجود. صلاح يعني صلاح اكبر من كده. وهو ده ماتش رسمي وهيقدر يجي. صلاح عارف ان هو يعني منتخب مصر بالنسبه له حاجه مهمه جدا. وغير كده ان صلاح يعني يعلم مدى شعبيته في مصر طبعًا ومدى حب طبعًا الناس ليه. ويعلم ان التطرف ده ممكن يخليه يخسر قد ايه يعني. طبعا هو يعني ممكن يقول لك مش فارق معايا اخسر ولا ما اخسرش. لا، صلاح اعتقد لاعب مصري طبعًا. ما بقول لك لاعب مصري اصيل محترم يعني، ابن هذه البلد، بيحب بلده وبيحب بلده طبعًا. ومهما كان لن يستطيع التخلي عن البتاع. وبيعتبر ان يعني اللي ملوش خير فعلا ملوش خير في حد يعني. صح. يعني هو مش هيبيع مصر ويبيع المصريين ويبيع الجمهور المصري ايا كان وايا كانت المشاكل، ولن يتوقف عند المشكله التي اسرت الخاصه بشاره الكابتن يعني. منتخب الاولمبي ماتش بكره قوي جدا، اقوى تقريبا مباراه للمنتخب مع في مواجهه منتخب مالي. مباراه صعبه جدا، بتشوف البدايه مطلوب تبقى ازاي، ومتوقع ايه المنتخب الاولمبي؟ ربنا يسترها معاه. ربنا يسترها معاه. والله انا قلقان. متشائم؟ لا طبعا يعني. انا بص، عمليه التفاؤل لازم نتفائل طول الوقت يعني، لكن قلقان. لكن قلقان يعني. يعني بص، الفرقه ما ادتكش حاله من الاطمئنان الكبيره اللي تقول لك ان احنا نقدر نخش بقوه، نقدر ننافس، نقدر يعني كده على الاقل ان احنا ان شاء الله على الاقل نبدا نفكر نوصل سيمي فاينل. انت وانت ما وصلت سيمي فاينل دخلت ضمن الاربعه اللي موجودين. طبعا. فما لم تنافس على اللقب على الاقل هتنافس على تذكره الـ 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 الوصول الى الالعاب الاولمبيه. انا شايف ان الوصول الى الالعاب الاولمبيه ده امر مهم جدا وفي غايه الاهميه، وهذه البطوله يعني معموله بشكل خاص علشان هذا الهدف. بالمناسبه البطوله دي مش معتمده دوليا يا استاذ اوسي، خلي معموله فعلا علشان مين اللي هيوصل للالعاب الاولمبيه. دي التصفيات بتاعه الالعاب الاولمبيه 2020 يعني. الاول كان بيتعمل تصفيات مباريات الذهاب والعوده ومجموعات وبتاع. هم عملوا بطوله مجمعه وعملوا في النهايه كاس للبطل اسمه كاس البطوله الامم الافريقيه للشباب او تحت 23. فاللي احنا شفناه من المنتخب قبل البطوله من الاستعدادات والحاجات دي كلها لم يكن مطمئنا، لكن هذا لا تعول عليه كثيرا في كره القدم. حلو، كويس. يعني لو عدنا بالذاكره اللي ورا وتذكرنا منتخب الكابتن محمود الجوهري في 98 في بوركينا فاسو. كانت حاله المنتخب سيئه جدا وكان تشاؤم، قلنا هيرجع 13 في البطوله. بص، وكان هيرجع 13 في البطوله. وكان هجوم شديد جدا على ضم الكابتن حسام حسن. يشاء عليه القدير ان منتخب يروح يقدم افضل المستويات ويعمل افضل النتائج، وان حسام حسن ياخد الهداف في البطوله. ما كانش احد يتوقع في هذا الامر. فربما يفاجئنا هذا الفريق، لا سيما ان داخله مقاومات نجاح،
مقومات نجاح بتتوفر بعدد من اللاعبين المميزين في كل المراكز وعدد من اللاعبين المهاريين اللي يقدروا يصنعوا لك الفارق. معانا فرق قويه جدا اللي هي فرق القمه في افريقيا، لما اتكلم ان مصر معاها الكاميرون ومعاها غانا ومعاها مالي، فدي امور صعبه جدا يعني. يعني المجموعه الثانيه اللي هتلعب ماتشاتها في استاد السلام تبدو اقل مننا ببعض الشيء، فيها نيجيريا وكوت ديفوار ودول المرشحين الابرز للوصول الى نصف النهائي، ومعاهم زامبيا وجنوب افريقيا. انا اتوقع ان نيجيريا وكوت ديفوار هيوصلوا لنصف النهائي. تمام. لكن ما اقدرش اتوقع مين اللي على مجموعتنا. الطبيعي جدا ان انا اتوقع منتخب مصر مع اي حد بنلعب وسط جمهورنا يعني. ما انا بقول طب ما احنا في كاس الامم الافريقيه كنا بنلعب وسط جمهورنا، عملنا ايه؟ متوقع يعني ممكن يتكرر نفس الموضوع؟ ان شاء الله ما يتكررش يعني، بس احنا ما عندناش الثقه الكامله في ان ده ممكن ما يحصلش. الثقه يعني او عدم الثقه اللي عندك دي جايه منين؟ من المستوى اللي انا شفته في المباريات الوديه اللي لعبها المنتخب الاولمبي قبل البطوله. ولا متخوف من الاداره الفنيه مثلا؟ لا يعني الشكل التكتيك اللي كان بيلعب بيه كابتن شوقي ده كوكتيل مع بعضيه. انا المستوى اللي شفته سواء مستوى بص اي فرقه بتعبر عن المستوى الفني بتاعها. فالمستوى اللي انا شفته وده بيضم كل حاجه في الموضوع ما كانش يعني على المستوى اللي احنا عايزينه يعني. يعني الفرقه ما لهاش شخصيه في الملعب. ما فيش حاجات بتتعمل، ما فيش حاجات بتتنفذ. حد ممكن يعني يقول لك احنا عندنا لعيبه جامده قوي، قدرات عاليه جدا. عادي جدا، طب ما ممكن يبقى في وقت معين لعيبه جامده جدا وقدرات عاليه ولا يتم توظيفها بشكل جيد. وده بنشوفه كتير جدا يعني في اوقات كتيره جدا يعني. فنتمنى ان 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 الامور يعاد انضباطها، ان اللعيبه يكون عندها اكثر حماس واصرار، ان الجهاز الفني يكون اكثر يعني تركيزا واكثر اختيارا للخطه اللي تناسب. المفروض تستقر على التشكيل واستقر على الخطه. والجمهور المصري طبعا دايما بيكون له دور يعني، بس مش ما يكونش مش يعني الجمهور المصري لو انت مفقود فيك الامل مش هيوصلك للبطوله يعني. فالمفروض انك انت تساعد الجمهور المصري كما ان الجمهور المصري هيساعدك يعني. طبعا عندنا جمهور هيروح وهيشجع والكلام ده كل ده جميل، لكن لازم يكون عندنا لعيبه قويه ولعيبه مميزه يعني. قبل كده شفنا مثلا المنتخب خسر قدام جنوب افريقيا ووسط ما كانش في مكان للقدم في الملعب يعني. في كاس العالم في البرازيل، البرازيل خسر 7-0 من المانيا في البرازيل بوسط جمهور 7-1 او 7-1 يعني. فجمهور يكون ليه دور بس بحدود معينه يعني. فنتمنى ان الجهاز الفني يكون اصابه طاهر هتاثر على المنتخب يعني. احنا في اثنين خلاص، طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي خرجوا بره القائمه وهيتم تعويضهم باثنين اخرين يعني. بتشوف الاصابات دي ممكن تاثر على فكره الكابتن شوقي غريب؟ هو طاهر بقاله فتره يعني بعيد اصلا يعني، بقاله فتره كبيره جدا ما يقرب من العام، واصابته بصليبي ومش عارف حاجات كتيره جدا بعد الصليبي. لا كانت اصابه قويه بس بعد 6-7 شهور يعني. فمش موجود يعني، حتى مش شايفينه مع المقاولين في الدوري يعني خالص تقريبا، شبه ما لعبش مع الفريق، لعب مباراه واحده تقريبا يعني. فالراجل طبعا هو لاعب موهوب وموهبه كبيره وموهبه مميزه طبعا، وجوده كان هيفرق طبعا مع المنتخب. لكن نتمنى له الشفاء، واللعيبه اللي موجوده لعيبه مهمه جدا وتقدر تحقق الهدف المطلوب يعني. انت بتتكلم هو لاعب الاداء في الاداء الهجومي، ما تكلم عندك رمضان صبحي، عندك مصطفى محمد، عندك صلاح محسن، عندك مجموعه كبيره جدا موجوده من اللعيبه المميزه. ان شاء الله يقدروا يعوضوا ويقدروا يلعبوا بشكل جيد يعني باذن الله. يا استاذ اوسي نورتنا وشرفتنا كالعاده، انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا امير، ويا رب يوفق المنتخب الاولمبي ويوفق المنتخب الاول ويوفق المسؤولين عن الكره المصريه في وضع لوائح وقوانين تعيد الانضباط وتخرجنا من بئر الفوضى اللي احنا غارقين فيه ده ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير، كان ضيفنا العزيز في الفقره الحواريه من حلقه كلام في ميديا النهارده. دي كانت حلقتنا، بكره اجازه باذن الله، بعد بكره نلتقي في حلقه جديده نكون بنبارك فيها باذن الله تعالى لمنتخبنا الاولمبي بفوزه الاول على المنتخب المالي في مستهل البطوله الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 باذن الله تعالى. كل الدعم والمسانده للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي باذن الله. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده، الى اللقاء.